النهارده فيها موضوع كده يعني شديد شويه، موضوع السكين جرافت والسكين فلاب، يعني موضوع شديد شويه. فالحصه النهارده دسمه شويه عن الحصه اللي فاتت. فاحنا كنا واقفين الحصه اللي فاتت على ازاي بنعالج بيرن. فاحنا بنعالج بيرن فيرست ايد لما العيان بيوصل لاستقبال، وبعدين كلها هيبقى عليها الحصص اللي فاتت يا فادي، كلها ان شاء الله هيبقى عليها كل الحصص اللي فاتت وحصص كمان من اللي جايه، فما تقلقش يعني كل الحصص محطوطه حتى بتاع السنه اللي فاتت، فالمكتبه كامله ان شاء الله تبقى موجوده. يعني دلوقتي رد علاج البرن هيبقى فيرست ايد، وبعدين العيان يروح المستشفى، وبعدين المحاليل هنأكله ازاي هناخد بالنا من الجرح. الحقيقه هو دي الطريقه اللي كتاب القصر العيني مقدم بيها العلاج، يعني ان العيان ليه فيرست ايد وبعدين ندخله المستشفى امتى، وبعدين بنعمله ريسسيتيشن فلويدز اللي هياخدها، وبعدين هنأكله ازاي، وبعدين هاو تو كير فوند. بس الحقيقه لما نيجي نشوف الحياه فعلا فيها ايه، ما بنلاقيهاش كده، بنلاقيها هو احنا لما بنشوف واحد محروق، بنشوف واحد محروق ماينور بيرن، او بنشوف واحد محروق مثلا انترميديت او ميجور بيرن، او مثلا حرق في الفيس او حرق في البرينيوم. يعني احنا بنشوف الناس كده، يعني واحد مثلا محروق فيرست او سكند ديجري بيرن. السؤال الاولاني، هو انا عرفت منين يا اولاد انه فيرست او سكند ديجري بيرن؟ عرفت ازاي انه فيرست او سكند ديجري بيرن؟ من اللون، تمام، من اللون والبلسترز. يعني الفيرست ديجري بيرن احمر والسكند ديجري بيرن احمر ومفقفق، والحقيقه ان الاثنين دول انا هعالجهم، لان الجلد هيخف، الاثنين دول هياخدوا علاج للجلد لان الجلد هيخف. السرد ديجري بيرن ده علاجه حاجه واحده، اكسجين للحته اللي محروقه وسكين جرافت، بس ملوش علاج تاني. يعني السرد ديجري بيرن ده ليه عندنا علاج واحد بقى، اكسجين وسكين جرافت، لكن اللي ليه علاج بقى وعمال مكبر العلاج وبتاع هو الفيرست والسكند ديجري بيرن، لان احنا هنعالج له جلده لان جلده هيخف، فاهمين يا ولاد؟ فالماينور بيرن ده ولاد بيتعالج في البيت. هو ايه اللي خلاني اقول عليه ماينور؟ ايه اللي خلاني اقول عليه ماينور بيرن ولاد؟ انه اقل من 15% في الكبار و10% في الاطفال، تمام. يعني دلوقتي كلكم فهمتوا ان احنا لما نشوف حد محروق بنشوف شكل الحرق، هو احمر او احمر ومفقفق، فهو العام مخضوب جدا ومرعوب لان كله احمر وفقفيق وبتاع، بس احنا بنطمنه ونقول له ان شاء الله هتخف وان شاء الله مش هتسيب اثر، فاهمين على؟ انما لو الحرق ابيض او اسود وناشف فانا عارف ان ده سرد جري بيرن. سرد جري بيرن ده ملوش علاج، ده لازم يروح المستشفى يتشال الجلد ده كله المحروق ده ويتحط سكين جرافت، ملوش علاج تاني. فالحرق اللي هو اسود او ابيض وناشف وسرد جري بيرن ده ملوش علاج عندنا، يعني هو يروح المستشفى على طول يشيلوا الحته اللي محروقه دي ويحطوا له سكين جرافت. لكن العيان اللي انا ناوي اعالجه اللي هو الحرق بتاعه لونه احمر او احمر ومفقف، انا فهمت دلوقتي ان ده احمر ومفقف. السؤال الجاي، هو كام في الميه من السيرفس اريا؟ هعرفها منين يا ولاد؟ كام في الميه من السيرفس اريا دي هعرفها منين؟ من الرول اوف ناينز، برافو عليكم. وبالتالي لو لقيته اقل من 15% فانا هغير له، اغير ويتعالج في البيت. انما لو العيان اكتر من كده، يعني انترميديت بيرن او ميجور بيرن مثلا، او جروح الوش او جروح البرينيوم، ده هيخش المستشفى. يعني من 15 ل 30% او اكتر من 30% اللي هو الانترميديت والميجور بيرن، او حروق الوش الانهاليشن بيرن والبرينيوم كده، ده هيتعالجوا في المستشفى غالبا. السؤال الجاي يا ولاد، هو انا لما بعمل قرار ان انا هعالج في البيت، علاج البيت ده ولاد اكتر عينين هتشوفوه، يعني انت اكتر حاجه هتشوفها اللي هو منظر حروق حمراء او حمراء ومفقفقه واقل من 15% وانت هتعالجها في البيت. انت هتعمل ايه بقى ساعتها؟ بص يا ولاد، تغسل الحرق بميه الحنفيه، ولو في ديتول يبقى حلو مش وحش، الديتول يقتل 99.9% من الميكروبات. يعني تغسل الحرق بميه وديتول، وبعدين تنشف الحرق بفوطه نظيفه، يعني باختصار كده اغسل وانشف، وبعدين بتجيب مرهم حروق، مرهم حروق اسمه ميبو،
ميبو، هو في اكتر من حاجه، في السلفادايازين وفي الميبو، ميفينيد اسيتات، يعني في مرم حروق وتجيب شاش حروق. شاش الحروق ده ولاد اللي هو شاش فازلين، شاش الحروق ده اللي هو شاش فازلين. تعرفين شاش فازلين ده ولاد ولا لا؟ عارفينه؟ بيبقى قماش اسمه تول، البنات بتلبسه في الطرحه، بتلبسه في الطرحه. فبعد ما البنت تتجوز بناخد الطرحه ونقطعها حتت، التول ده نقطعه حتت ونحط عليه فازلين وسلفه، نحط عليه فازلين وسلفه ونحطه في ورق مفضل كده ونسميه سفره تول، سفره تول او شاش فازلين او شاش حروق، سفره تول او شاش فازلين او شاش حروق، سفره لان فيه سلفه، وتول لان هو القماش تول فعلا، هو قماش التول يعني. فهو ده اسمه شاش حروق. فانا اول حاجه بغسل وانشف، وبعدين مرهم حروق وشاش حروق، يعني ادي اول اتنين اغسل وانشف، الاتنين التانيين مرهم حروق وشاش حروق. وبعدين ايه؟ بعد ما احط شاش الحروق اللي هو شاش الفازلين ده، هحط دريسنج ورباط ضغط، يعني الاتنين اللي فاضلين دريسنج ورباط ضغط. عارفين الدريسنج ده اللي هو ايه؟ عارفين الدريسنج ده اللي هو ايه؟ قطن، قطن محطوط في شاش، من يعني متعبي جوه شاش، يعني مرتبه صغيره، مرتبه صغيره، قطن وعليه شاش من فوق وشاش من تحت ومتخيط، متخيط. فهو لا ينور، لا ينور. هو ان شاء الله يعني احنا مش بنربط رباط ضغط، يعني معقول، معقول. فاحنا بنحط الدريسنج ده، ولا الدريسنج ده زي مرتبه صغيره كده، لان انا محتاج حاجه تشفط الميه اللي هتطلع، فبنحط الدريسنج ده. يعني دلوقتي يا اولاد الماينور بيرن ده بيتعالج بثلاث اتنينات لغايه دلوقتي، اغسل وانشف، مرهم حروق وشاش حروق، دريسنج ورباط ضغط، وبعدين اديله روشتة ومتابعه كل يومين، اديله روشتة ومتابعه كل يومين. الروشتة دي فيها ايه؟ فيها دوايين، انتيبيوتيك وانالجيسيك. يلا يا اولاد مين جدع لقط الليله ان علاج الماينور بيرد ده اتنينات اتنينات، اغسل وانشف، مرهم حروق وشاش حروق، وبعدين دريسنج ورباط ضغط، وبعدين روشتة ومتابعة، والروشتة فيها دوايين انتيبيوتيك وانالجيسيك، فاهمين يا رد؟ والحقيقة المتابعة بتاعته هشوفه كل يومين، اغير له كل يومين، ما حدش راضي يغير على الحروق كتير، ما حدش غير على الحروق كتير، الحروق لا بيتغير عليها يومين، وبعدين على اليوم الثالث تغير، يومين وعلى اليوم الثالث تغير، يعني نقدر نقول انها بتتبع الرول اوف تو. ده ازاي نغير على ماينور بير، فاهمين يا رد؟ الحرق جرح طاهر، يعني هو ربنا لما يعني انت ما بتحب تطهر آلة بتحطها في النار ثم تبقى طاهرة، ولما ربنا بيطهرنا من الذنوب بيحطنا في النار، فاهمين يا اولاد؟ فالحرق ده اولاد جرح طاهر، الحرق ده جرح طاهر، انت اللي كل ما تغير عليه اكتر بتدخل بكتيريا اكتر، كل ما تدخل عليه اكتر تدخل بكتيريا اكتر. عشان كده الرباط الضاغط عشان يمسك الحاجات دي على بعض، يعني انا لو ما حطيتش رباط الضاغط الحاجات دي هتقع، يعني حط حاجات كتير قوي هتقع يا خالد، فانت هتلاقي الحاجات هتقع كده فتضطر تلفها، بلفها برباط ضاغط شويه نقلل القديمه، نقلل القديمه اللي حطها. لو رباط الضاغط مضايقكم كلكم حط رباط شاش، بدل رباط الضغط حط رباط شاش، فاهمين يا عم؟ يعني رباط ضغط افرض مضايقك كنت بقى عمال ومش فاهم ومش قادر اذاكر وهسقط عشان رباط الضغط، حط رباط شاش، اخلص اخلص لا تسقط، فاهمين يا عم؟ فاحنا علاج البيرن يا اولاد سهل قوي، علاج الفيرست ديجري والسكند ديجري بيرن، احنا بنشوفه ماينور بيرن ولا انترميديت بيرن او ميجور بيرن او جرح في الفيس او هاي فولتج، يعني في انديكيشن انها دخل المستشفى. السؤال الجاي الماينور بيرن هيتعالج فين؟ في المنزل. ليه؟ يعرف ياكل، يعرف ياكل ويشرب، فانا اعالجه في المنزل. اعالجه ازاي؟ بالرول اوف تو. هنقرا دلوقتي كل حاجه مع بعض يا ولاد، لكن انتوا فاهميني؟ اتعلمتوا ازاي تغير على حرق صغير في البيت؟ يعني لو حد فيكم شاف حد محروق كده يا ولاد وانت شايف ان هو حرق، يعني مثلا بنت طرطش عليها الزيت فواخد لها مثلا 5% من مساحه السطح ولا حاجه، فانت بتقوم واخدها ورايح على الحنفيه وفتح عليها حنفيه الميه، ومحدش ولاد يحط تلج، ومحدش يحط معجون سنان، ومحدش يحط اي خزعبلات، التلج هيموت الانسجه اكتر، يعني انت لو حطيت على الحرق التلج الانسجه تموت اكتر، تجربه عمليه في المنزل، احضر كلب وحطه في الفريزر، هتلاحظ ان الكلب بطل يهوهو،
ليه؟ عشان لانه مات. الجزء الثاني من التجربه طلع الكلب وسيبه يسيح، برضه مش هيهوى لانه مات. فاهمين يا ولاد؟ ما حدش يحط ثلج على الحروق، فاهمين؟ ميه من الحنفيه بس، وما حدش يحط معجون سنان، وما حدش يحط خزعبلات ولا يحط ملح. انا ما قريتش حاجه زي كده، ما حدش يعمل حاجه ما قراهاش. اللي عايز يعمل حاجه يا ولاد يخترع حاجه يعمل لها statistical study randomized clinical trial ويقارن نتائج الحاجات اللي هو بيعملها بالنتائج بتاعت الناس اللي هو بيعملوها، فاهمني؟ ويطلع ريزلت. انها ما حدش قال لي فعلا الله يكرم. يعني احنا اللي مخلينا متخلفين ان احنا بنعمل حاجات غريبه من غير ما نعمل لها كنترول ولا نعمل لها ستاديز ولا اي حاجه خالص، وده غلط، فاهمين يا ولاد؟ فاحنا بنغسل الحرق وما ترحم، اغسل ونشف، ادي اول حاجه، وبعدين مرهم حروق وشاش حروق، يعني اغسل ونشف يعني نظافه حروق اللي هو مرهم حروق وشاش حروق، وبعدين عاده اللي هو دريسنج ورباط شاش او دريسنج، وبعدين روشتة ومتابعه. بس ازاي نعالج ماينور بيرن؟ هل الماينور بيرن كله بيدور في فلك لوكال كنترول وبيرن؟ ليه؟ لان العيان هيتعالج في البيت، هو يقدر ياكل ويشرب وانا مش خايف عليه. لكن لو الحرق كبير يا ولاد فالعيان لازم يخش المستشفى، لانه هيجيله باراليتيك ايليوس من السم بتاع المواد المحروقه، هيجيله باراليتيك ايليوس، فانا لازم اديله انترافينوس فلويد. لا ممكن سيستميك، يعني لوكال بنحط ميبو، لكن سيستميك انتيبيوتيك، سيستميك انتيبيوتيك عليه كونتروفيرسي. في ناس بتقول انه بيعمل سوبر سيلكشن للبكتيريا، يعني خلي البكتيريا القويه والموت الضعيفه، فبلاش بروفيلاكتيك انتيبيوتيك، وفي ناس ويز بروفيلاكتيك انتيبيوتيك. يعني انتيبيوتيك عليه كونتروفيرسي يعني، فاهمني؟ لكن يعني طالما عليه كونتروفيرسي فانت ممكن تديه يعني، ويبقى روشتة دوايين انالجيسيك وانتيبيوتيك، فاهمين على هذا؟ لا. دلوقتي الحروق الماينور هتتعالج في البيت، هتتعالج في البيت بايه؟ بالرولفتو، فاهمين على هذا؟ السؤال الجاي، امال السيستميك؟ السيستميك هعالجه في المستشفى، ليه؟ لان السم اللي هيطلع كتير قوي هعمله باراليتيك ايريس، فهو محتاج انترافينوس فلويد. محتاج انترافينوس فلويد ليه يا اولاد؟ لان هيجي له هايبوفوليميك شوك من البلازمالوس، هايبوفوليميك شوك من الفلويد والبروتين، عمال يفقد فلويد وبروتين. فانا لازم اعوضه عن الفلويد لوس، ولازم اديله نيوتريشن، يعني لازم اعوضه عن الفلويد لوس ولازم اديله نيوتريشن. وبعد ما اتحكم فيه سيستميك كده يا اولاد بعمل لوكال كنترول للحرق، غيار يعني، غيار ابيض، وكان طب ما هنا انا غيرت وهنا غيرت، يبقى واضح انا دخلت المستشفى ليه؟ دخلت المستشفى عشان فكره الانترافينوس فلويد. الانترافينوس فلويد ده حديها ليه؟ لان هو عنده فلويد لوس، عنده فلويد لوس هيجي له هايبوفوليميا. العام بيفقد فلويد وبروتينات بلازما، يعني بيفقد فلويد وبروتينات. خلي بالك لما بيفقد فلويد وبروتينات مش بيفقد خلايا، عشان كده عنده هيمو كونسنتريشن. ولازم اديله 2 لتر جلوكوز 5%، يعني لازم اديله 2 لتر جلوكوز 5%، فاهمين يا ولاد؟ عشان النيتريشن بتاعه، عشان النيتريشن بتاعه. يعني اديله جلوكوز 5%، 2 لتر جلوكوز 5% كده عشان النيتريشن بتاعه يعني. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ تعالوا نعمل كده. علاج فيرست وسكند ديجري بيرن بنقسمه الى ماينور، وده لوكال كنترول، وميجور، وده سيستميك كنترول اللي هو الانترميديت والميجور. سيستميك كنترول ولوكال كنترول. رؤيه وضحت ولا لا؟ رؤيه وضحت ولا لا؟ يعني الماينور بيرن ده هيتعالج في البيت، وليه في ذمتي ايه؟ لوكال كنترول بس، على غيارات يعني، اللي هي غيارات بالرول اوف تو، اغسل زائد انشف، مرهم حروق زائد شاش حروق، دريسنج زائد رباط شاش عشان الناس اللي جالها ابليبس لما سمعت رباط ضغط، روشتة زائد متابعه كل يومين. امال الميجور بيرن؟ لوكال كنترول غيار، ممكن نفس الطريقه يقولوا عليها كلوز ميسو، الطريقه اللي احنا بنعملها اللي انا قلت عليها دي اسمها كلوز ميسو، ممكن طريقه ثانيه اسمها اوبن ميسو، لان هنا في مساحات كبيره محروقه، فممكن اعمل حاجه اسمها اوبن ميسو لسه هنناقشها. يعني ممكن اعمل كلوزد ميثود زي دي بالظبط، اغسل وانشف ومرهم حروق وشاش حروق ودريسنج وبط ضاغط وروشيتا طبعا ونغير كل يومين. وفي طريقه اسمها اوبن ميثود، ان انا مثلا واحد محروق وشه انا مش هقدر الفه بدريسنج ورباط ضاغط واعمل له خرمين لودنه وخرم المناخير وخرم البقه،
يعني مش هعرف اعمل بصراحه الحكايه دي في وشه، هيبقى فيلم. وبعدين اجي بعد يومين او فاكك الدريسنج وافك الرباط، وبعدين اقول له دلوقتي هنشوف نتيجه العلاج. ده فيلم ابيض واسود، فيلم قديم يعني، فاهمين يا ولاد؟ وبرده ما ينفعش واحد يا ولاد يبقى مثلا محروق البرينيوم بتاعه، فاقوم اعمل له كلوز دي مسود، ده بامبرز، انا بعمل له بامبرز، فاهمين يا ولاد؟ وما ينفعش مثلا واحد محروق منه مساحه كبيره فلفه ونبقى فيلم الموميا، وقوم طالع بقى فيلم الموميا وكده، ده كلام برضو مش منطقي يعني. ولذلك هنضطر نعمل له اوبن ميثود، فاهميني؟ الاوبن ميثود دي ايه يا اولاد؟ بنجيب مراهم الحروق ونحط عليها سلايم ونعملها ايمالشن كده، ايمالشن، وبعدين نحط كده الايمالشن ده على وشه كده بلايت دريسنج، وبعدين الايمالشن ده ممكن بعد شويه يقع، حط تاني، انت وراك حاجه حط، فاهمين يا اولاد؟ بس ودي حلوه. أول حاجة بتخلي العم متابع معاك هو مشكلته إيه، فمفيش حاجة بقى إيه، مفيش مفاجآت، لا بعد يومين بنفك ولا بتاع، هو شايف الدنيا في إيه. تاني حاجة بتقلل الأيروبيك إنفكشن، يعني بتقلل الأيروبيك، بتقلل الأنايروبيك إنفكشن، تقلل الأنايروبيك إنفكشن، لأن الحرق في الهواء، حرق في الهواء فبيقلل الأنايروبيك إنفكشن. تالت حاجة بيخلي الحرق ينشط بسرعة، يخلي الحرق ينشط بسرعة. طيب انتوا عارفين، هقول لكم على حاجه كده عشان تفهموا الاوبن ميثود برضو، هي دي حاجه ايه انا شفتها وانا نايم، ما قريتهاش، بس مثلا لقيت بتوع التجميل عندنا جابوا بانيو كبير قوي قد البسين. انا روبيك ريسبيريشن، ايه انا روبيك انفكشن، انا روبيك انفكشن، معلش عبد الرحمن يعني انت فاهم طبعا صح، لان الجرح في الهواء فيقلل انا روبيك انفكشن، يقلل انا روبيك انفكشن. المهم عندنا في القسم اولاد جابوا بانيو كبير قوي كده وحاولوا يطلعوه من على السلم ما طلعش، حاولوا يطلعوه من الشباك ما طلعش برضه، بانيو كبير قوي قد البسين يعني، فراحوا وسابوه كده في الجنينه. على بال ما بقيت مدرس مساعد كده كانوا لموا تبرعات وخدوا البانيو وبنوا عليه وحده الحروق، فاهمين يا ولاد؟ بقى يعني حطوا البانيو بقى وبنوا عليه وحده الحروق. البانيو ده ايه؟ بيملوه انتي سيبتك كده، والعيانين اللي هم محروقين جامد اللي موجودين في الرعايه المركزه المحروقين جامد بينزلوا في البانيو اللي مليان انتيسيبتيك ده، ياخدوا بالانس في البانيو كده، وبعدين يطلع يتنشف على هيتر خفيف زي بتاع ماكدونالدز وكده، هيتر خفيف كده يتنشف ويروح على السرير عليه اير ماتريس، اللي هي مراتب هواء. دي طريقه ثانيه في علاج الاوبن ميثود لما يكون الحرق اكستنسيف، لما يكون الحرق اكستنسيف. فاحنا الاوبن ميثود ده بنعمله يا اما بناخد المراهم نعملها ايمالشن ونعملها كده نلبخ لها زي الماسكات يا اولاد، زي الماسكات يعني، نلبخه كده زي الماسك يعني، البنت اولاد لما تيجي تتجوز بيعملوها ماسك زبادي، بياخدوا الزبادي يضربوه في ميه كده لغايه ما يبقى يمالش، وبعدين يحطوا لها كده يلبخوا لها على وشها زبادي عشان تبيض، وبعدين بيحطوا لها هنا قطايه وهنا قطايه عشان خدودها تحمر، وبيحطوا لها هنا خيارايه وهنا خيارايه، طرنشه خيار وطرنشه خيار عشان الهالات السوداء، بيبقى ناقصها زيتونه سوداء يعني، فاهميني؟ وتقدم دافئه. لكن هما بيعملوا الماسك ده ولاد في الكوافير للبنات وهي بتتجوز، فاهمين يا ولاد؟ فاحنا بنعمل ماسكات احنا كمان. بقت سلطه. فاحنا بنعمل ماسكات احنا كمان يا ولاد، بناخد الكريمات بتاعت الحروق دي ونعملها ايمالشن ونعملها ماسكات، ونعملها ماسكات. دي طريقه، وطريقه البانيو دي طريقه ثانيه. بيفيد؟ بيفيد يا عبد الرحمن، بيفيد. هو الجلد يا ولاد فيه خاصيه امبيبيشن شويه، يعني هو فيه خاصيه انه ممكن يمتص حاجه، فلما بيحط الحاجات ده بتفيد طبعا، مش بتبقى العريس ما بقاش دافع كل الفلوس دي ومش يعني ما بيجيبش، فاهمين على ده ولا لا؟ فده بالنسبه للايه؟ للاوبن ميثود والكلوزد ميثود دي. امال السيستميك ثيرابي الفلويد ده الهدف منه ايه؟ الهدف منه حاجتين، اعوض الفلويد لوس وادي نيوتريشن اكله، اللي هو 2 لتر جلوكوز 5%، 2 لتر جلوكوز 5%. ولو هيقعد اكتر من يومين بقى كده مش هقدر اكله، كونسيدر التي بي ان بقى، توتال بارنترال نيوتريشن، فاهمين على ده؟ لا البيرد لوك ده واضح ولا ده؟ لا البيرد لوك ده واضح، انما باجي اعالج الحروق اللي هي فيرست ديجري وسكند ديجري بيرن دي، الماينور بيرن دي لوكال ثيرابي بس، لكن الانترميديت والميجور بيرن بيخش المستشفى. اللي داخل المستشفى ده بيتعمل له ايه؟ بيتعمل له زي الماينور لوكال كنترول بالكلوز دي ميثود او الاوبن ميثود.
فاهمين يا بس كمان بيتعملوا سيستميك، ده ما بيتعملش هنا لان هنا العام بياكل ويشرب، بس يتعملوا سيستميك كنترول. سيستميك كنترول ده ان انا حديله فلويدز، الفلويدز ده تعويض لفاقد الفلويد، وكمان النيوتريشن بتاعه اللي هو 2 لتر جلوكوز 5% كل يوم. البيرد لوك ده اوكي ولا البيرد لوك ده واضح؟ طيب كويس، هعلى شويه. طيب العيان لما حاجه اديله فلويد، ايه الحاجه اللي انا حطيتها في اعتباري؟ ان العيان ده فاقد فلويد مش فاقد بلد، وبالتالي هو عنده هيمو كونسنتريشن. صحيح هو فقد فلويد وممكن يبقى شوكت، لكن عنده هيمو كونسنتريشن، ممنوع البلد يعني لمده 48 ساعه نو بلد، وبعد كده حتى لو جبت اديله بلد بيبقى على الهيماتوكريت، يعني لازم الهيماتوكريت بتاعه يبقى 30% عشان تنقله دم، لازم الهيماتوكريت يقل عن 30%. انت عارفين الهيماتوكريت طبعا يا ولاد صح؟ مش انت عارفين الهيماتوكريت ده ولا تيالي؟ الهيماتوكريت ده يا ولاد الباكد سيل فوليوم، يعني لو خدت دم حطيته في جهاز الترج المركزي بيترسب الخلايا هنا والبلازما هنا، الخلايا دي بتبقى 45% النورمال هيماتوكريت، 45% من الدم. لو قل الهيماتوكريت عن 30% ممكن ننقل دم، اول 48 ساعه مفيش دم، بعد كده ممكن ننقل دم جايدد بالهيماتوكريت. فاهمين هذا؟ لا. يبقى انا بدي فلويد بوت ان كونسيدريشن ان العيان ده هياخد فلويد كريستالوين رينجر لاكتيت. اشمعنى رينجر لاكتيت؟ لانه شبه البلازما، تركيبه شبه البلازما. انا لما اديله فلويد هديله كريستالوين. ايه الكريستالويد اللي انا هديها له؟ رينجر لاكتيت. اشمعنى رينجر لاكتيت؟ لانه شبه البلازما. فانا هديله محاليل رينجر لاكتيت اسمها محاليل حروق. ماشيين احنا معظمنا على حاجه اسمها باركلين فورمولا. معظم بتوع التجميل ماشيين عليه باركلين فورمولا. بندي رينجر لاكتيت عشان نحسب له محاليل الحروق. وبندي جلوكوز 2 لتر جلوكوز 5% كل يوم اكل كاكل. يعني بندي ده زائد ده. يعني بندي محاليل حروق زائد جلوكوز 5% 2 لتر زائد زائد. الكلام واضح مش قوي خالد؟ خالد كلامي واضح يا خالد؟ زائد مش قوي يا خالد يا غزال، عشان البيتي مال ابيليبسي. احنا بندي محاليل حروق وبندي كمان معاها اكل، محاليل اكل، محاليل الاكل، محاليل الاكل 2 لتر جلوكوز 5%. دي ملهاش دعوه بمحاليل حروق، وبندي دي زائد دي، لان الانسان لازم يتعالج من الحروق وياكل، لازم يتعالج من الحروق وياكل. ايه السؤال الغريب ده؟ مش فاهم حاجه. انت بتقولي دكتور لو ادينا ديكستران دو وي ديكريز جلوكوز؟ لا، ديكستران ده لو بندي ميورز فورمولا، دي فورمولا تانية خالص هشرحها في الاخر كان بي كده صغير. ما ما ما, ما, ما الله يكرمك يا نور، ما تشتتيش الناس. يعني انتوا فاهمين يا اولاد اللي انا بقوله؟ انا ممكن افتح السلايدز واقراها معاكم، بس لو فتحت السلايدز وقريتها معاكم انا عارف ان انتوا في الاخر ما عندكوش بيرد لوك الموضوع خالص، فما حدش يدخل حاجه انا ما قلتهاش، انا عارف انا هقول ايه امتى. فاهمين؟ العيان ولاد داخل المستشفى بياخد محاليل، بياخد محاليل على ايه؟ على باركلين فورمولا، دي بنحسب له بيها محاليل الحروق زائد 2 لتر جلوكوز 5% ان بي ممنوع الدم 48 ساعه، بعد كده راح ندي دم تبع الهيماتوك. هنعلى شويه. طيب العيان هديله محاليل ازاي اللي هي تبع باركلين فورمولا؟ بحسب البرسنتج بتاعه الحرق، يعني مثلا محروق منه 30% في البادي ويت وليكن 60 كيلو في 4 ام ال، فلاقي ان العيان ده يبقى 3 لتر ومئة. ده البرسنتج بتاع البرن 30%، وده البادي ويت 24 في 3 24 في 3 3 في 4 ب 12 في معنى 1 في 3 ب 6 1 7. الله يخرب بيت سنين، مين اللي قال الواد امين؟ الله يخرب بيت سنينك يا امين. 0 7 2 فاهمين على دي؟ يعني انا ضربت السيرفيس اريا اوف ذا بيرن في البادي ويت في 4 فاهمين؟ وبعدين طلع ان انا هديله 7 لتر و200 محاليل فاهمني؟ فانا هقسمهم 2 3600 في 8 ساعات و3600 على 16 ساعة فاهمين يا رد؟ يعني حد تلات نص الكمية في أول 8 ساعات ونص الكمية التانية على مدار اليوم. يعني المحاليل في أول يوم سريعة في الأول وبعدين بطيئة. اشمعنى؟ هو أكتر فاقد فلويد في أول يوم، أكتر فاقد فلويد في أول يوم،
واكتر فاقد فلويد في اول 8 و8 ساعات من اليوم، يعني اكتر فاقد فلويد اول يوم، وبعدين اكتر فاقد فلويد في اول يوم اول 8 ساعات. تمام، نعمل ريكاب. بارك الانفورم بنضرب السيرفيس اريا اوف ذا بيرن برسنت في البادي ويت في 4، دي محاليل اول يوم. تاني يوم بضرب السيرفيس اريا اوف ذا بيرن في البادي ويت في 2، ده محاليل تاني يوم. هي محاليل الحروق يومين، محاليل الحروق يومين. لا ده انتوا مجانين فعلا، انتوا فيكم حاجه مش مظبوطه يا احمد. انا لسه قايل ان احنا بنعرف السيرفيس اريا اوف ذا بيرن من الرول اوف 9، مش انا لسه قايل الحكايه دي يا احمد ان احنا بنعرف السيرفيس اريا اوف ذا بيرن من الرول اوف 9؟ حصل ولا لا؟ وانا اولاد قبل ما ابدا قلت ان احنا بنعرف السيرفيس اريا اوف ذا بيرن من الرول اوف 9؟ حصل؟ كويس، يبقى احمد مجنون، احمد مجنون اكيد. شوف جهاد دكتور، واحنا بندي الجلوكوز 5% والرينجر لاكتيت؟ ايوه يا ولاد، انا قايل في محاليل حروق دي رينجر لاكتيت واكله دي جلوكوز 5%، وناديت على خالد، ناديت على خالد قلت له يا خالد خليك معايا عشان ما تسرحش يا خالد عشان ما يجيلكش بي تي مان ايبيليبسي، فاهمني؟ وقلت ان الرينجر لاكتيت دي حماده والرينجر ده والجلوكوز 5% ده حماده، وان احنا بنديهم هما الاثنين مع بعض. وخالد رد عليا قال لي ايوه انا معاك يا باشا بنديهم مع بعض. لقيت جهاد راح ترد، راح تسال دكتور هو احنا بندي الجلوكوز مع الرينجر لاكتيت؟ ايوه بنديهم مع بعض، بندي الجلوكوز كمحاليل والرينجر لاكتيت كاكل. هو انا مجنون؟ مش عارف الله يخليك. فعلا مهما حاولت ان انا ابقى منظم في شرح الحاجه مفيش فايده. انت مالكش دعوه يا حبيبي، انت النهارده اديت التوكيد لجهاد، اديت قلت لها جهاد انا ما قدرتش اساله عشان هو زنقني ما قدرتش اساله. جهاد اساليه انت يعني ما اعرفش هو، بس الفكره انا بحاول بقدر المستطاع ابقى منظم قوي لان الكلام رخم وكتير قوي فبيتوه. يعني انا نسيت الاسئله دي، نسيتها خلاص، انا نسيتها كانها ما تسال. يعني تاخدوا بالكم ان محاليل اول يوم ضعف ضعف اصل هو بابا تلاقيه لو قاعد جنبك يا مي هو فاهم بقى الوضع، يعني هو فاهم دلوقتي الوضع. محاليل اول يوم ضعف محاليل تاني يوم. انا ممكن اقول نفس المعادله بطريقه تانية، شوف محاليل اول يوم قد ايه ونصصها تطلع محاليل تاني يوم. ما هي دي زي دي، دي ضربت في 4 ودي ضربت في 2، يعني محاليل اول يوم ضعف، لا فهمني هنا نصف، نصف محاليل اول يوم. والليله دي كلها رينجر لاكتيت، الليله دي كلها رينجر لاكتيت. معنى رينجر لاكتيت لانه شبه البلازما. طب بعد ما تحسب محاليل الحروق، حد محاليل الحروق اللي انا حسبتها زائد 2 لتر جلوكوز 5% كل يوم، كل يوم يعني هنا 2 لتر جلوكوز 5% وهنا 2 لتر جلوكوز 5%، ده اكله ملوش دعوه بالحرق، ده اكل مام اكله اول 8 ساعات من ساعه الحريقه، اول 8 ساعات من ساعه الحريقه. افرض هو جالك بعد 3 ساعات يبقى انا هديله نص الكميه في 5 ساعات، اول 8 ساعات من ساعه الحرق. لسه انا عبد الرحمن هقول على الحكايه دي، انها اول 8 ساعات من ساعه الحرق مش من ساعه ما جه. هو اتحرق الساعه كام؟ من بعد ما اتحرق 8 ساعات في الفتره دي. لو هو جه بعد 3 ساعات هديله المحاليل في 5 ساعات، لو جه بعد 4 ساعات هديله المحاليل في 4 ساعات، من ساعه ما اتحرق مش من ساعه ما جالنا. دلوقتي يا ولاد انا هتكلم على ماينور بير فيرست وسكند ديجري، انا ما بتكلمش على السير ديجري خالص. السير ديجري ده لي في ذمتي كلمه واحده، ان يروح المستشفى يتعمل برايمري اكسيشن للحته المحروقه وسكين جرافت بس، ما حدش يدخل الديب بيرن في الموضوع. مين سرحان، مين سرحان وعنده بي تي مال ايبيليبسي مش سامعني؟ انا كلامي كله على الفيرست والسكند ديجري بيرن. السير ديجري بيرن ليه كلمه واحده في دماغي، ان انا هوديه المستشفى يعمل برايمري اكسيشن للحته المحروقه وسكين جرافت، انما انا كلامي كله على الفيرست والسكند ديجري بيرن. عشان العيال المجنونه دي اللي بعد شويه بتسرح، لو عيان ماينور بيرن فيرست ديجري وسكند ديجري هعمل ايه؟ رول اوف تو. طب واكله؟ بياكل في البيت، في البيت مع اهله. علاج الماينور بيرن فيه مشكله يا ولاد؟ علاج الماينور بيرن فيه مشكله؟ مين سرحان؟ الماينور بيرن في الفيرست والسكند ديجري بيرن، وده علاجه الرول اوف تو، وبياكل ويشرب ازاي مع اهله في البيت. دلوقتي هتكلم عن ميجور بيرن، الانترميديت والميجور بيرن في الحروق الفيرست ديجري والسكند ديجري. امال السير ديجري بيرن بنعمل له ايه يا ولاد؟
سد جري بيرن بنعمل له ايه؟ ليه مش مدخلينه في الليله دي؟ سد جري بيرن بنعمل له ايه؟ برايمري اكسجن للحته المحروقه وسكين جرافت. برايمري اكسجن للحته اللي محروقه وسكين جرافت. حلو قوي. الانترميديت والميجور بيرن سكند وثيرد جري، ثيرد وفور فيرست وسكند جري، هنعمل له ايه؟ هندي له محاليل، هندخل المستشفى، ندي له محاليل حروق وندي له اكل. الاكل لمده يومين 2 لتر جلوكوز 5% اول يوم، و2 لتر جلوكوز 5% ثاني يوم، ده اكله. طيب محاليل الحروق، محاليل الحروق بنحسبها بحاجه اسمها باركرين فورمولا. محاليل الحروق ايه؟ رينجر لاكتيت. ليه رينجر لاكتيت؟ عشان شبه البلازما. بندي قد ايه؟ بنضرب السيرفيس اريا اوف ذا بيرن في البادي ويت. اول يوم بضرب في 4، ثاني يوم نفس البرسنتج اوف بيرن في البادي ويت بس بضرب في 2، ده ثاني يوم. ولذلك محاليل اول يوم ضعف ثاني يوم. وبعدين باخد محاليل اول يوم دول اقسمهم نصين، نص ونص. نص في اول 8 ساعات من ساعه ما اتحرق، ونص في ال 16 ساعه اللي فاضلين. يعني محاليل اول يوم اول 8 ساعات سريعه، ثاني 3 ساعات ابطا، لكن محاليل ثاني يوم هوموجينس. هوموجينس طول اليوم نفس الريت، محاليل ثاني يوم هوموجينس. السؤال الجاي، طب وانت بتدي ليه كميه كبيره في اول 8 ساعات من الحرق؟ لان دي اكتر معدلات لص، اكتر معدلات لص، فاهمني؟ لص الفلويد يعني، اكتر معدلات لص. طيب الدم ممنوع اول 48 ساعه، بعد كده تبع هيماتوكريت، ما بدهوش الا لو هيماتوكريت قل عن 30%، لان العيان عنده هيمو كونسنتريشن، لانه بيفقد بلازما فعنده هيمو كونسنتريشن. السؤال الجاي، هو ما فيش الا باركرين فورمولا؟ لا، هو في فورمولا ثانيه بس معظم الناس ماشيه على باركرين فورمولا، حتى كتاب القصر العلمي ماشي على باركرين فورمولا، ومعظم اقسام التكبين ماشيه على باركرين فورمولا عشان هي شبه الباثولوجي، شبه الباثولوجي. طب في حاجات ثانيه، في ميورز فورمولا بيدي نص الكميه رينجر لاكتيت ونص الكميه ديكستراب، بس ده فورمولا ثانيه اسمها ميورز فورمولا. امشي يا ميورز، 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 لا نتلخبط، احنا ماشيين على باركرين فورمولا، فاهمين على؟ تمام. تعالوا نعلى شويه. جالي عيان عنده ماينور بير، انا بتكلم على فيرست وسكند ديجري بير مش سير، عشان الطلبه جايه بتسرح اللي نايمه دي مش سير. لو ماينور بير لوكال سيرابي فقط رول اوف تو. طب لو ميجور بير هيجي لي المستشفى، يعني ميجور او انترميديت هيجي المستشفى، هنعمل له ايه؟ هنعمل له اي بي سي دي، يعني اطمن على الاير واي بتاعه، بالذات لو محروق في وشه. لو محروق في وشه ممكن يحتاج اندوتراكيال تيوب، ويحتاج هاي فلو اكسجين، وممكن يحتاج كمان فنتليتور. انتوا عارفين المداخل دي اولاد مهمه، حروق المداخل وحروق المخارج، انا قلت لكم مهمين جدا المداخل والمخارج. البني ادم مننا كيس مداخل ومخارج، فحروق المداخل خطر وحروق المخارج خطر. ولذلك لو العيان جالي كده المستشفى، انا الاول بطمن على الاير واي والبريذنج انهم مظبوطين، وبعدين السيركيليشن، اطمن على السيركيليشن ازاي؟ بحط له رايل ولاين وكاذيتر، وادي له بقى ايه المحاليل بتاعته. اللاين دي اولاد اللي هي كانيولا، العيان يحط كانيولتين 18 اول ما يجي، اول ما يوصل المستشفى، قبل ما الفينز يحصل لها كولابس. يعني عيان اول ما يجي يحط له كانيولتين 18، طب اديله محاليل في السنترال لاين، كانيولتين 18 احلى من سنترال لاين في اعطاء المحاليل، كانيولتين 18 احسن من سنترال لاين في اعطاء المحاليل، كانيولتين 18 احسن من سنترال لاين في اعطاء المحاليل، كانيولتين 18 احسن من سنترال لاين في اعطاء المحاليل. احنا ما بنحط سنترال لاين مش عشان ندي بيه محاليل يا ولاد، عشان نقيس بيه السي في بي، عشان عم ما يخشش في رايت سايد هارت فيلير. خلي بالك العيان بياخدوا كميات كبيره قوي من المحاليل، فسهل قوي يخش في رايت سايد هارت فيلير ويحصل له اوفر لودنج على الهارت. عشان كده يا اولاد ما بنديش المحاليل في السنترال لاين، السنترال لاين بقيس بي سي في بي، لكن كانيولتين 18 احسن من سنترال لاين في اعطاء المحاليل، فاهمين يا اولاد ولا لا؟ انا اطمنت على الاير واي والبريذنج الهواء، وبعدين السيركيليشن الميه. عارفين يا اولاد اهم حاجه في جسم البني ادم المخ، المخ ده مهم قوي. يعني مثلا ممكن واحد يبوظ قلبه، قلبه اللي هو شويه حب في القلب بيبهدله الانسان، قلبه يبوظ ويعملوا له هارت ترانسبلانتيشن، هارت لانج ترانسبلانتيشن.
لكن مفيش ترانسبلانتيشن للمخ، والا هيبقى فيلم الليمبي، وبعدين يصحى من النوم يلاقي نفسه واحد تاني مش هو، فاهمين على ده؟ احنا اولاد بنحط البرين ده حاجه مهمه قوي. طب البرين ده ايه؟ بياكل منين؟ بياكل سكر واكسجين. مخ برينز ما ياكلش الا سكر وما يحرقش الا اكسجين. الاكسجين هيجيله منين؟ من الهواء، ودخول الهواء على الجسم اير واي لازم يبقى سليم، وبعدين يحصل بريذنج اكستشينج للجازز. مين بقى هياخد الهواء؟ دي المخ، الدم. يبقى انا ابدا بتامين الهواء ولا الدم؟ ابدا بتامين الهواء ولا الدم يا ولاد؟ الهواء، لان الدم لو راح ملقاش هواء ملوش قيمه، ملوش قيمه. لو الدم راح ملقاش هواء يبقى ملوش قيمه، فاهمين يا ولاد؟ عشان كده احنا بنبدا بتامين الهواء. طب والهواء ده محتاج ايه؟ محتاج اير واي سليم، وبعدين يروح اللنج يحصل الاكستشينج بريدنج. يبقى مين اللي ليه برايورتي، الاير واي ولا الاكستشينج؟ مين اللي ليه برايورتي، الاير واي ولا الاكستشينج؟ الاير واي. فهمتوا ليه قصه اير واي وبعدين بريدنج؟ كده اطمنت على الهواء. وبعدين السيركيليشن، اي بي سي سيركيليشن، الماء. بعد ما اطمن على الهواء والميه اشوف بقى البرين اخباره ايه، يعني مظبوط ولا اللي هي الديسابيليتي. شوف المخ مظبوط ولا لو مات خلاص، يعني ما فيش داعي تتعب معايا. انما لو كان سليم بنخش على السكند سيرفي بقى. السكند سيرفي افحصه من ساسه لراسه كده، يعني افحص العيان كله واشوف الليجنز بقى اللي عنده يعني. ودي يمكن حاجه اسمها اطلس، اي تي ال اس، قهوه كده الامريكان قاعدين عليها اسمها قهوه اطلس. هي هم اللي عملوا المنشور ده ووزعوه علينا، ادفانسد تروما لايف سبورت. يعني بغض النظر، يعني بغض النظر عن يعني ايه اطلس، اعتبرها قهوه الدكاتره الامريكان قاعدين عليها، وبعدين عملوا السيستم ده ووزعوه علينا في الجامعات. معانا الاطلس، معانا الاطلس، معانا الاطلس كده، وطلعت سهله قوي اي بي سي دي، يعني حاجه جميله الحقيقه. ولذلك لما اجي اعمل الكاب اقول لك ان العيان هيوصل الهوسبيتال، اول ما يوصل الهوسبيتال هعمل له ايه؟ هعمل له اي بي سي دي، فاهمين يا؟ وبعد ما تعمل له اي بي سي دي وتحط له راين ولاين وكاديتر وفلويد، هنعمل له لوكال كنترول وسيستميك كنترول. اللوكال كنترول اللي هو الغيارات، يا اوبن ميثود يا كلوز ميثود. السيستميك كنترول هيبقى فلويد حروق واكل. الاكل ثابت 2 لتر جلوكوز 5% كل يوم. الحروق بنستخدم دايما باركلين فورمولا. باركلين فورمولا بيستخدموا فيها ايه؟ رينجر لاكتيت بس، رينجر لاكتيت بس، مفيش اكستران. اكستران ده حاجه ثانيه، ميورز فورمولا، رينجر لاكتيت بس، فاهمين يا ولاد؟ اشمعنى؟ عشان شبه البلازما. بيرد لوك واضح؟ مفيش مانع طبعا ندي العيان بيثيدين عشان بيتوجع لا يجي له نيوروجينيك شوك. مفيش مانع ان طعامه ضد التيتانوس عشان عنده نيكروتيك تيشو كتير، فممكن يجي له تيتانوس، يجي له انا روبيك بكتيريا وانفكشن. فممكن نشوف بقى حالته، نديله انتي تيتانيك سيرم، طعامه ضد التيتانوس، فما لما ناخد التيتانوس، فاهمين يا ولاد؟ لكن انا اعتقد دلوقتي ان انتوا جاهزين ان انتوا تقروا الكتاب، يعني انتوا دلوقتي جاهزين ان انتوا تقروا الكتاب. بس هو الكتاب مشكلته يا ولاد ان هو مش شارح الحاجه كانك بتعالج عيان، يعني مش شارح الحاجه كانك بتعالج عيان. البيرن يا ولاد فيرست ديجري بيرن وسكند ديجري بيرن وثيرد ديجري بيرن. الثيرد ديجري بيرن ليه علاج واحد عندي، برايمري اكسجن وسكين جراف. كانوا زمان يقعدوا يستنوا 3 اسابيع على الديب بيرن ده لغايه ما القشره الاشكر تقع، وبعد ما الاشكر تقع يعملوا السكين جراف. دلوقتي لا، دلوقتي بيعملوا برايمري اكسجن وسكين جراف. دي الافضل، دي الافضل، دي احسن سايكولوجيكالي، واحسن في البين كنترول، واحسن في الانفكشن كنترول، واحسن في الفلويد لوس كنترول، او نقدر نقولها كنترول بين فلويد انفكشن. ولذلك الثيرد ديجري بيرن علاجه واضح جدا، الثيرد ديجري بيرن علاجه واضح جدا، ان هو هيروح المستشفى يشيل الحته المحروقه ويحط سكين جرافت. وحتى ما بقناش نعمل زي زمان نستنى 3 اسابيع على بال ما القشره تتعمل، الاشكر تتعمل وتقع وتصيب قبل سكار نحط عليها سكين جرافت. لا، من الاول، من الاول كده شيل وحط سكين جرافت على طول. ده افضل سايكولوجيكالي للعيان، وافضل في البين كنترول، وافضل في الفلويد لوس لان انا مغطي الحته بجلد فمفيش فلويد لوس، وافضل في الانفكشن ان احط سكين جرافت. ذا بيست كفر فور اوند سكين، ذا بيست كفر فور اوند سكين.
امال في السكند ديجري ليه عمال وجع القلب ده كله؟ علشان الجلد هيخف. بتغيره ليه؟ هو هيخف اصلا. بنديله محاليل ازاي؟ بنديله محاليل اكل جلوكوز 5% كل يوم 2 لتر، وبنديله المحاليل بتاعت الحلوق باركرين فورمولا. بنضرب البادي ويت في السيرفيس اريا اوف ذا بير، اول يوم بنضرب في 4، ثاني يوم بنضرب في 2. اول يوم المحاليل هيتروجينوس. يعني ايه هيتروجينوس؟ يعني سريعه اول 8 ساعات وبعدين تبطا. ثاني يوم المحاليل هوموجينوس. اعتقد كده ان انتوا تقدروا تقروا الكلام وانت فاهمه. نجرب. كتاب القصر عيني كاتب ان احنا ازاي بنعالج المحاليل. هو مش مقسمها بقى ماينور بيرن وميجور بيرن، هو سابها لذكاء. فاهمين يا رب؟ السير ديجري يا يوسف، احنا بندخل على العمليات ونشيل حته المحروقه ونحط الجلد، فهو ما عندوش فقد فلويد اصلا، لان انا شلت الحته المحروقه حطيت سكين، هو ما عندوش فقد فلويد. فهمتني يا يوسف ولا لا؟ الا بقى لو حته كبيره، يعني لارج سيرفيس اريا، دي قصه ثانيه مش بتاعتك يعني. يعني مش السكوب بتاعك. فاول غلطه في كتاب القصر عيني في وجهه نظري، يعني ان هو ما فاهم، يعني هو كتب ماينور بيرن وانترميديت وميجور من غير ما يفهمك ان هم مختلفين، ده في البيت وده في المستشفى. تاني غلطه هو عملها ان هو حط العلاج على بعضه، فانت هتتلخبط مش هتبقى فاهم. قالك بيروح المستشفى نعمله فيرست ايد، وممكن ندخله المستشفى ونديله محاليل الحروق ومحاليل الاكل، محاليل الحروق زائد محاليل الاكل، ونعمل بقى ووند كير. الووند كير ده في الاول اوضه العمليات، يعني مثلا نغسله بسلايم او نغسله بميه في درجه حراره الاوضه مثلا. ولو في سيركمفرنشال اشكر، لو في سيركمفرنشال اشكر، قشره سيركمفرنشال، بنعمل اشكاروتومي. لو في سيركمفرنشال اشكر بنعمل اشكاروتومي. انتوا فاكرين من الحصه اللي فاتت؟ فاكرينها من الحصه اللي فاتت؟ ان العيال اللي عنده سيركمفرنشال اشكر بنقطعها عشان خاطر ما يحصلش سكيميا او يعمل اكسبانشن للشيست. فاهمين؟ وبعدين الليت ووند كير بقى اللي هو الاوبن ميثود والكلوزد ميثود والسكين جرافت. تعالوا نشوف بقى ايه. اول حاجه هوسبيتال ادميشن. انا امتى هدخل العيال المستشفى؟ لو الحرقه اكتر من 15% اللي هو انترميديت بيرن او ميجور يعني، او 10% في الاطفال. عارفين هو 15% في الادلت، 10% اي فول سيكنس بيرن هيخش المستشفى، لان هيتعمل له برايمري اكسجن وسكين جراف. اي ديب بيرن هيخش المستشفى هتعمل له برايمري اكسجن وسكين جراف. وراح مقفل على كده. في حاجات ممكن ما استناش ال 15% دي، انهاليشن انجن. لو وشه محروق او البرينيوم محروق، مداخل مخارج هيخش المستشفى، مش شرط 15%. الالكتريك بيرن منتهى الخطوره، بالذات الهاي فولتج بيرن. الهاي فولتج بيرن تعريفه من 500 ل 1000 واط. كتاب القصر العيني كاتب 1000 واط. الكيميكال بيرن، حد رمى على حد ماده كيماويه، ميه نار بقى، بوتاس، الكالي، اسيدز، او عيان محروق وعنده سكيميك هارت ديزيز، دايابيتس وعامل له دايابيتك كيتو اسيدوزيس. هدخله طبعا، مش هدخله عشان الحرق، هدخله عشان الكوموربيديتي. مش هدخله عشان الحرق، هدخله عشان الكوموربيديتي اللي عنده. فاهمين يا رب؟ فمين اللي هيخش المستشفى؟ الانترميديت بيرن والميجور بيرن. اي ديب بيرن هيخش المستشفى، لان انا هخش اعمل له برايمري اكسجن وسكين جرافت. طب ممكن حد يبقى اقل من 15% بيرن وادخله المستشفى؟ الوش والبرينيوم والكوموربيديتي. الوش والبرينيوم والكوموربيديتي. فاهمين يا رب؟ في حد سالني دلوقتي، هو مش كاتب هتخلص الحصة دي امتى؟ لما يجي لي مزاج. خلصها لما يجي لي مزاج، ما حدش يقول لي هتخلص امتى. اللي كتب السؤال ده طبعا يعني انتهز فرصة ان انا كل حصة انا بمنع ان حد يكتب حاجة من غير ما احط اسمه، عشان اتعرف عليكم. مين بيسأل اسئلة مش مفهومة؟ مين مجنون؟ ده واحد من المجانين اللي بيسأل السؤال ده، حد من المجانين، لان انا محفظكم القاعدة دي اصلا. ففي حد لسه مجنون برضو بيسأل نفس السؤال تاني، حتى لو مش كاتب اسمه، بس هو مجنون، مجنون منجل. المهم يا اولاد، ايه ده في دخول العيان المستشفى. هعمل ايه؟ اشور بيتنت اير واي، وممكن نحتاج اندوتراكيال تيوب، بالذات لو العيان عنده انهيليشن انجري ووشه محروق. الانهيليشن انجري ده كنت قلت لكم عليه في الحصه اللي فاتت، ان وشه محروق ورموشه اسايند محروقه، والفايبريسي اللي هو شعر مناخيره اسايند محروق،
وفيه حباب على وشه، وبعدين ممكن يكح اسبيوتم في كربون. ساعات يبقى عنده هورسنس اوف فويس، اللي هو الحاله بتاعت الدكتور صفوت، جدع يا ولد. ممكن يبقى عنده هورسنس اوف فويس، يعني العيانين دول لازم يامن الاير واي، لازم تامن الاير واي، لدرجه احنا لازم ممكن نعمل لهم اندوتراكيال تيوب، وممكن نحطهم على اكسجين هاي فلو اكسجين، او نحطهم على فنتليتور كمان في بعض الاحيان. فاول حاجه الاير واي والبريثنج، وبعدين السيركيليشن انترافينس كانيولا، وان كانيولتين 18 افضل من محاليل في سنترال لاين، وان احنا بنحط الكانيولات بسرعه بسرعه قبل ما الاورده تكولابس، وبنحط قسطره فولي عشان اتابع كميه البول ساعه بساعه. تعرفين علاج القسطره الفولي دي في الريسستيشن جميله ليه يا ولاد؟ ليه بنحط قسطره فولي في العيان في الريسستيشن؟ ليه بنحط قسطره فولي؟ ليه من افضل الحاجات اللي نتابع بيها البرفيوجن بتاع الاورجنز في العيان ان انا خايف يجيله شوك؟ اكيدنا يا ولاد شعارها اديني دم اديك بول، مفيش دم مفيش بول. طب وانا تابع الكيدني ازاي؟ بقسطره. تخيل قسطره بس، اقدر وانا حاطط القسطره دي اعرف الكيدني والبرفيوزد ولا لا. طالما الكيدني والبرفيوزد يبقى الهارت والبرفيوزد واللنج والبرفيوزد والبرين والبرفيوزد. ولذلك اسهل طريقه تو مونيتور شوك دي بيشنت اليورين اوتبوت، تو مونيتور البرفيوجن بتاع الاورجنز في شوك دي بيشنت اليورين اوتبوت، دي اسهل طريقه تو مونيتور البرفيوجن بتاع الاورجنز في الشوك دي بيشنت، لان شعار الكيدني واضح، اديني دم اديك بول. فاهمين يا ولاد؟ ولذلك الكلام كله عادي، يعني انا هامن الاير واي والبريزنج، وبعدين اروح على السيركيليشن، امن السيركيليشن بكانيولتين 14 وقسطره تابع بيها البرفيوجن. طبعا بندي بيثيدين انترافينس عشان خاطر العيان ما يجروش نيوروجينيك شوك. العيان يا ولاد لما بيقعد يصور كده يقول لك يا دكتور هموت من الوجع يا دكتور، ده اسمه نيوروجينيك شوك. العيان بيشرح لك يقول لك هموت من الوجع يا دكتور، فاهم ولا مش فاهم؟ دي اسمها نيوروجينيك شوك. فاهمين يا ولاد؟ فلما ما احنا نسيبش العيان كده طبعا، والا هو هيدي له هايبو فوليميك شوك ونيوروجينيك شوك كمان. وممكن نديله تيتانوس بروفيلاكسس، ده هنفهمه لما ناخد التيتانوس. هنحسب محاليله ازاي يا ولاد؟ بنحسبه باركلين فورمولا. باركلين فورمولا دي محاليل كام يوم؟ يومين، تو دايز. اول يوم بنضرب 4 في السيرفيس اريا اوف ذا بيرن اللي بنعرفها من رول اوف ناينز، في وزن العيان البادي ويت اللي بعرفه من الميزان. بندي نص الكميه في اول 8 ساعات، وبعدين النص الثاني في 16 ساعه، ما ربع وربع نص. يعني ندي النص الاولاني في 8 ساعات. 8 ساعات من امتى؟ من ساعه ما اتحرق. 8 ساعات من امتى؟ من ساعه ما اتحرق، مش من ساعه ما جه. وبعد كده بوزع النص الثاني على بقيه اليوم. طب اليوم الثاني بياخد نص الكميه، بياخد نص الكميه في اليوم الثاني. فاهمين يا ولاد؟ وهوموجينس، وهوموجينس على طول. في كل الاحوال ما بزودش عن 50%، يعني افرض محروق منه 60%، الحسبه على 50%، ما اقدرش ادي محاليل اكتر من كده. فالماكسيمم ان انا احسب محاليل، الماكسيمم ان انا احسب محاليل يا ولاد هو 50% بس، ما حدش بيدي محاليل اكتر من كده، ماكسيمم 50% سيرفيس اريا. اتحرق منه بقى 60، اتحرق منه 70، دخل النار فاتحرق كله، اكتر برسنتج بحسبها 50% ده الماكسيمم. فاهمين يا ولاد؟ طب افرضوا انت عايز تجرب الاورال انتيك في العيان 8 ساعات، بعد 8 ساعات على الاقل لما تشوف جاله الياس ولا لا، يعني عايز تجرب اورال انتيك في العيان مش اقل من 8 ساعات اوبزرفيشن عشان تعرف هيجيله الياس ولا لا. قول لي كريستالويد سالاين او رينجر لاكتيت. فاهمين يا ولاد؟ في معادله ثانيه، قول لي كريستالويد سالاين او رينجر لاكتيت، دي باركلين، دي باركلين فورمولا. قول لي سالاين او رينجر او رينجر لاكتيت، مين احلى؟ رينجر لاكتيت. طرفت واحد رخم بيسالك يقول لك طرفت ما عندكش رينجر لاكتيت، اديله سالاين على بال ما رينجر لاكتيت يجي. يعني ما عندكش رينجر لاكتيت اديله سالاين على بال ما رينجر لاكتيت يجي. طب جه رينجر لاكتيت، كم رينجر لاكتيت؟ ذا بيست رينجر لاكتيت، لان تركيبه شبه البلازما. في معادله ثانيه اللي هي ميورز فورمولا، بتستخدم نص الكميه كريستالويد ونصها ديكستران، ودي نوت وايدلي يوز. فاهمين يا ولاد؟ طب العيان ككالوريز بقى محتاجها كاكل، بنديله 2 لتر جلوكوز 5% كل يوم. طب كبلاد، ممنوع البلاد في اول يومين. طب لو هتدي بقى بلاد بعد كده جايدد بالهيماتوكريت، كام
اقل من 30%، لو اقل من 30%. اللوكال ووند كير بنغسل وننشف ونحط توبيكال انتي مايكروبيال، يعني مافينيد اسيتيت، ده في مافينيد اسيتيت، ميبو، سيلفر، سلفا ديازين، سيلفر نيتريت. السيلفر كويس يا اولاد مش وحش، بس بيبقى على الهدوم وبيبقى على الملايات في المستشفى وبتاع، ونوت وايد يوزد دلوقتي، يعني اكتر حاجه بيستخدموها المافينيد اسيتيت. طب لو سيركم فرنشال اشكار، هنعمل اشكار. ده جدول بيناقش الاكسبوجر ميثود والكلوزد ميثود. كلوزد ميثود دي اللي احنا بنعملها في البيت، يعني بنعملها على لمب، لمب محروق. ممكن في المستشفى لو لمبس اللي محروقه ممكن نستخدم الكلوزد ميثود. بنكفر الوند ببالكي اوكلوسيف دريسنج، بيتغير كل 3 ايام، يومين وعلى التالت تغيره، يومين وعلى التالت تغيره. الاوكلوسيف دريسنج ده فيه ايه؟ مرهم حروق نغسل وننشف، وبعدين مرهم حروق وشاش حروق، وبعدين دريسنج ورباط ضاغط، واغير كل يومين او 3. ممكن يتعمل على سيركمفرنشال بيرنس في لمب، بيقلل الانفكشن، بيقلل الانفكشن بالذات الايروبيك انفكشن، بيقلل الانايروبيك انفكشن. هو الاوكلوس الدريسنج يا اولاد ممكن يعمل انايروبيك انفكشن لكن ما يعملش ايروبيك، لان انا ببقى مغطي الجرح جامد قوي، فممكن يحصل انايروبيك انفكشن لكن ما يعملش ايروبيك انفكشن. البلاد لوس الفلويد لوس بيقل، والبين بيقل، والتشو ايديما بتقل عشان الرباط الضاغط اللي كان مضايق الناس. يعني التشو ايديما هتقل عشان الرباط الضاغط اللي كان مضايق الناس، والبين هيقل والفلويد لوس هيقل والانفكشن تقل. امال الاكسبوجر ميثود بيسيب الحته المحروقه عريانه، ممكن تعمل في الوش، في البرينيوم، في حتت انفولفنج مساحه من الترانك عشان ما يبقاش موميا، مريح للعيان لان انا مش لفه في دريسنج كتير. يعني مش كل شويه اغير له، كل شويه اغير له فيدفع ثمن الحاجه، لا ده هي لايت دريسنج كده بس، يعني مراهم في مالشن كده وبنحطها وخلاص، ما بيتحملش ثمن الغيارات. يعني انهبت الجروث اوف انايروبيك بكتيريا، لان ساعتها في الهواء، فالانايروبيك بكتيريا بقى اللي ما حصلش لان الحروق في الهواء، فالانايروبيك بكتيريا ما تحصلش. الجدول ده ولاد بطاطا، الجدول ده بطاطا، مالوش انديكيشن يا كريم. هو احسن حاجه للكلوزد ميثود الليمس، الليمس هي احسن حاجه للكلوزد. كروس انفكشن يعني انفكشن من حته لحته، يعني انتقال الميكروب من حته لحته. ممكن نحط سكين جرافت. السكين جرافت بتبقى يا اما ترش جرافت، ده في الديب بيرن، يعني ديب بيرن بنحط سكين جرافت، حط سكين جرافت، سبليت جرافت، حاجه اسمها ترش جرافت هناخدها يعني سون، اول ما اخلص البيرن هنبدا السكين جرافت على طول. بناخد حته من تخانه الجلد كده اسمها سبليت جرافت، وايه وبغطي بيها الحته اللي محروقه الرؤيه، ده في الديب بيرن لان الجلد مش هيخف. بنعملها ازاي؟ يا اما بنستنى 3 اسابيع لغايه ما الاشكر تقع وبعدين احط السكين جرافت، يا اما بعمل ايرلي اكسجن للحته المحروقه وبعدين احط السكين جرافت، ودي بريفيرد ميثود طبعا في الهاند، ولعلمكم في غير الهاند دلوقتي اكتر ميثود بريفيرد في علاج الديب بيرن برايمري اكسجن وسكين جرافت. اكتر حاجه بريفيرد في علاج الديب بيرن دلوقتي برايمري اكسجن وسكين جرافت. محدش يعمل سكين جرافت العيان جلده هيخف، محدش يعمل سكين جرافت العيان جلده هيخف. السكين جرافت بتتعمل لواحد عنده ديب بيرن لان جلده اللي اتحرق ده مش هيخف. طب افرض ما لقيتش جلد كفايه، ممكن نحط بايولوجيكال دريسنج. يعني ايه بايولوجيكال دريسنج؟ يعني ممكن اخد جلد من كادفر حد مات، اخد جلده واستخدمه في الغيارات، نستخدمه كغيارات يا اولاد، غيارات. ممكن نستخدم زينوجرافت، حيوانات، حيوانات، سمكه، خنزير، ناخد جلد الخنزير يعملوه معامله كيماويه كده عشان يبقى انرت ويغطوا بيه الحته المحروقه. ممكن امنيوتيك ميمبرين، ريسنتلي بداوا يعملوا ارتفيشال سكين، الحاجات دي كلها تمبوراري، تمبوراري على بال ما ربي جلد للعيان. هنفهم يعني ايه ربي جلد للعيان وانا بكلمك على سكين جرافت اللي هي تيشو اكسباندرز. هناخدها بعد شويه. يعني في الديب بيرن يا اولاد انا بعمل برايمري اكسجن وسكين جرافت. طب لو ما لقيتش جلد كفايه، يعني لو ما لقيتش جلد كفايه ممكن تستخدم جلد بتاع كادفر واحد ميت. الو 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 يا اولاد، يعني صاحبي اللي بقول له الو. اوتو جرافت، اوتو يعني الجلد بتاعنا،
يعني باخد حته جلد من هنا احطها هنا مثلا، دي اسمها اوتوجرافت، يعني مين اللي هي مين اللي هي. ايزوجرافت دي بتاع اخوك التوأم اللي هو نفس السبرم ونفس الاوفا، يقولوا عليها ايزوجرافت، ودي بتبقى جرافت ناجحه جدا، جرافت ناجحه جدا لانها من اخوك التوأم اللي نفس السبرم ونفس الاوفا، فتقول لك دي جرافت حائزه على شهاده الايزو، يعني احسن جرافت الاوتوجرافت بتاعتك. مش هندي دم في اول 48 ساعه عشان عم بيبقى عنده هيمو كونسنتريشن، لانه فقد بلازما بس، فبيبقى عنده هيمو كونسنتريشن وممكن يخشوا في ثرومبو امبوليك مانيفستيشن، وممكن يجي له جلطه لو اديتي له دم يجي له جلطه، وممكن بقى ايه عشان هو عنده هيمو كونسنتريشن يجي له جلطه، وممكن ضغطه يقع يعلى، ضغطه يعلى ويجي له بقى انتراكرينيال هيمورجي بقى يعني. ماشي. هو في حل تاني ان انا اعمل الحصه اوبن بالكاميرات واشوف العيال اللي بتسرح وانا بشرح، ده حل تاني، لان انا ببقى قايل الكلام كتير جدا ان العين المحروق ده عنده هيمو كونسنتريشن، فممنوع نديله دم، وان انا ممكن اديله دم بعد 48 ساعه جايد حتى بالهيماتوكريت، والا هيجي له ثرومبو امبوليك مانيفستيشن. طيب اوكي، نشوف السؤال جهاد، ما ينفعش نديله دم وانتي كواجلانت؟ قولي لي ليه جهاد عايزه تديله دم؟ انا عايز اعرف دماغ، ما انا مش فاهم برضو، مش فاهم دماغكم بصراحه. انا عايز اعرف انتوا عايزين تديله دم ليه؟ واحد مش محتاج دم، تديله دم ليه؟ احكي لك احكي لكم حكايه كده ولا؟ واحده كانت بتولد فجالها هيموريدج، التعريف بتوع النساء بقى انتي بارتم هيموريدج، انترا بارتم هيموريدج، بوست بارتم هيموريدج، المهم انها برطمت ونزفت، فراحوا مدينها كيس دم، كيس الدم ده كان فيه ايدز، فالوليه جالها ايدز، وبعدين جوزها جاله ايدز، فجوزها زعل منها وقال لها انت اللي عادتيني الله يخرب وطلقها، والعيله اتشردت، كل ده بسبب كيس دم. انتوا فاهمين ان كيس الدم ده باكو شوكولاته؟ يعني كيس الدم ده باكو شوكولاته بنديه للناس؟ إذا كان العيان اللي بينزف يعني كلاس 2، كلاس 2 في النزيف بديله فلويدز ما بدوش دم، الدم ما يتاخدش انليس انديكيتد، الدم ده مش باكو شوكولاته، الدم ده عمليه وليها كومبليكيشن كتير كتير، لدرجه ايه؟ لدرجه ان احنا عاملين له باب اسمه بلاد ترانسفيوجن عشان نقول لكم قد ايه الدم ده خطر. انا عايز اعرف بقى انتوا ليه عايزين تدوا دم؟ مش عارف، يعني واحد فقط فلويد بديله فلويد، عايزين تدوله دم ليه؟ ليه اديله دم وانتي كواجلانت؟ ليه العين دي يعني؟ عشان كده ولاد في حاجه غريبه، انا انتوا بتجاوبوا في الام سي كيوهات غريبه جدا يعني، بتجاوبوا اجابات برضه ساعات فيكم ناس بتغلط غلطات غريبه انا مش فاهمها، مع ان الحاجه سهله، حاجه سهله. المهم احنا لما بنشيل الحته المحروقه ونحط جلد كده بنقلل الاحساس بالبين والفلويد لوس والانفكشن، كنترول بين كنترول اوف فلويد كنترول اوف. هنتكلم على سبيشال تايبس اوف بيرن، مثلا الهاي فولتج الكتريك بيرن اخطر واحد، قلت لكم ساعات يعمل ارك زي كده ايه يقين الهواء زي بالظبط كده، ما واحد يبقى ماشي في الشارع نزلت عليه صاعقه من السماء خدته. طب والهاي فولتج الكتريك بيرن خطر ليه؟ بيتدخل في الالكتريستي اوف ذا هارت ويوقف القلب ويتدخل في الالكتريستي اوف ذا ايونز الجسم، فاهمين انا؟ العظم باد كوندكتور، يعني بيوصل كهرباء، بيوصل كهرباء طبعا بس بمقاومه عاليه، وبالتالي بيولد حراره كبيره فبيحرق الانسجه والعضلات اللي حواليه، يعني بيحصل تيشو دامج ديو تو باسج اوف الكتريك كارنت في البلاط والعظم. طب لما العظمه بتودي بتمشي الكهرباء بس بتطلع حرارة كتير، فاللحمة ماتت وطلعت بوتاسيوم ومايوجلوبلين، لأن اللحمة بتاعتنا ده ولاد اللحم ده مليان بوتاسيوم، خلق الله الإنسان لحم وعظم وحط الكالسيوم في العظم وحط البوتاسيوم في اللحم، فاللحمة بتاعتنا ده ولاد مليانة بوتاسيوم ومايوجلوبلين، فأول ما الممبرين ده هيتكسر هيطلع في الدم البوتاسيوم يوقف القلب والمايوجلوبلين يبوظ الكلى. دي حاجه اسمها ايه؟ حاجه شرحناها اسمها كراس سندروم، تمام، دي حاجه اسمها كراس، تمام. ولذلك العيان الهاي فولتج الكتريك بيرن ده ولاد خطر جدا، ده اخطر حاجه، ده سؤال ام سي كيو مشهور، اخطر نوع حروق الهاي فولتج الكتريك بيرن، والهاي فولتج الكتريك بيرن ده ولاد ما اعرفش افكركم بالشرعي، كان يقول لك لما حد يتحرق حروق كهرباء هاي فولتج بيبقى لها قله واجزت، كان الكهرباء دخلت وخرجت،
والعيان من بره محروق لكن من جوه اعنف، اعنف من جوه. يعني من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. يعني العيان تبص على ايده تلاقي ان الحرق مش كبير. تخيل الهاي فولتج الكتريك بيرن ده ديب بيرن، ديب بيرن، وممكن يؤدي الى كراس سندروم، ولذلك لازم يتعمل له فاشيوتومي مش اشكاروتومي، فاشيوتومي عشان العضلات. ولازم يعني نعمل له حاجه اسمها فورسد الكالاين دايرس، يعني نديله فلويد بقى ومانيتول وصوديوم بايكارب، يعني بنحاول نخلي اليورين الكالاين وبول كتير، يعني لان العين بتوع الالكتريك بيرن دول فعلا اولاد حاله حاجه خطر جدا، اخطر نوع حروق. الهاي فولتج الكتريك بيرن ده اخطر نوع حروق، هو اكتر من 1000 فولت، ودي ام اس كيو. مين اخطر واحد؟ الهاي فولتج الكتريك بيرن. الهاي فولتج الكتريك بيرن اكتر من كام؟ اكتر من 1000. فاهمين؟ لحد كشف عليها هيلاقيها في النت من 500 ل 1000، بس اكتر من الاصل العين كاتب اكتر من 1000. فاهمين؟ طيب هو بيحرق العضلات اللي حوالين العظم ليه؟ لان العظم بيوصل الكهرباء ولكن بمقاومه عاليه، فبيولد حراره فبيحرق العضلات اللي حوالين العظم. طب والبلاد فيسل هتبقى كوترايز، هو كتري ايه؟ ما الكتري ده كهرباء ولا، فانت بتيجي على البلاد فيسل تعمل لها كتري، فلما تعمل لها كتري بتتحرق بتبقى ثرومبوز فالانسجه تموت، فالافكتد بلاد فيسل هتبقى كوترايز. الانهيليشن انجر يا ولاد في الابر ريسبيراتوري تراكت اللي هو فليم او حد اتحرق في مكان مقفول وفي هواء سخن بتاع كده هيحصل له لارنجال اديما. شوف هنا خرم اللارنكس قد ايه، شوف هنا خرم اللارنكس بقى ضيق ازاي من لارنجال اديما، شوف هنا خرم اللارنكس واسع اهو للهواء، شوف هنا خرم اللارنكس تقريبا بيتقفل من الاديما. فالابر اير واي هيحصل لارنجال اديما وسترايدور هورسنس فويس، اللور اير واي هيحصل ادلت ريسبيرات ستريس سندروم ويحصل نيمونيا وريسبيراتوري فيلير. يعني اللنج من تحت بتبقى نص سوا هاف دان، فبترشح ترشح كتير، فلما ترشح كده يحصل ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، فاهمين على قد، وريسبيراتوري فيلير. فتاثيره على الابر اير واي اديما في اللارنكس والكوردز، وتاثيره على اللور اير واي اللي هو اللنج ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم وريسبيراتوري انهاليشن بير. بنعرفه ازاي الانهيليشن بيرن؟ انه اتحرق في مكان مقفول في السينما، ممنوع الخروج قبل نهايه العرض، او وشه محروق، او مناخيره الصند، ورموشه الصند، والبلغم بتاعه فيه كربون، وصوته مبحوح، وعنده لارنجيال اديما. الكلام ده في منتهى الخطوره طبعا، يعني الكلام ده في منتهى الخطوره. لازم العيان يخش المستشفى ويتعمل له اندوتراكيال تيوب، ويتحط على هاي اوكسجين فلو او فنتليتور. هاي اوكسجين فلو او فنتليتور. هو انتوا خدتوا الشيست في البطن على ده لسه؟ خدتوا الشيست في البطن على لسه؟ لسه. تعرفين يعني ايه ريسبيراتوري فيلير؟ ريسبيراتوري فيلير ان البي او 2، البي او 2 بقى 60، 60 ملم مركز. طبعا البي او 2 نورمال، البي او 2 نورمال 100، فنزل ل 60 ملم مركز. ده انديكيشن فور فنتليتور. رقم 60 ده رقم نحس، نحس في الشيست. فنتليتور على طول. يعني لو هو 70 ممكن نحطه على هاي فلو اوكسجين، لكن لو وصل 60 لازم هحط على بنت. احيانا الحرق بيبقى كيميكال بير، كيميكال بير، كيميكال ايجنت، يعني ترمى عليه ميه نار، بوتاس، فاهمين يا ولاد؟ ممكن مثلا حاجه كمان تبقى ابزوربد من الجلد، يعني بعض السموم بتاعت التعابين وكده بتمتص من على الجلد، غير ان ليها تاثير لوكال على الجلد، ليها سيستميك افكت. عشان كده ساعات الكيميكال بيرن ندي انتيدوت لانه بيبقى ابزوربد من الجلد. طيب لوكالي بيبقى، بص يا نحطه تحت الحنفيه على طول، تحت الحنفيه على طول كده، ممكن نقعد نغسل فيه نص ساعه مثلا، نغسل فيه ايريجيتد بهيوج اماونت اوف ووتر. لكن ما تغسلوش يا اولاد، يعني مثلا مش هو اتحرق بحمض تقوم تغسله بالكالي، او اتحرق بالكالي تقوم تغسله بحمض، ميه ميه بس، كتير 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 عشان الدليوش. ايه الاخبار يا ولاد؟ السيرمال انجري انا بغسله عشان خاطر درجه حراره، يعني اقل درجه الحراره. يعني مثلا لو واحد اتحرق في الحمام وهدومه مثلا كان لابس هدوم، فهدومه سخنه نار، اقطعها، اقطع الهدوم لانها بتحرق.
الدلع عليه زيت سخن، اغسله، اغسله بميه بديتول، لان الزيت طول ما هو على جلده بيحرق فيه، طول ما الزيت على جلده بيحرق فيه. الانسجه ترشح، الانسجه ترشح لما تلتهب، يعني السيفير نيومونيا، السيفير نيومونيا يعمل ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. تعريف الالتهاب تشي ريسبونس تو ايريتانت فيزيكال كيميكال ميكانيكال مايكرو اورجانيزم. فالعيان لما بيستنشق فيومز كتيره سخنه اللنج بتبقى كونجستد وترشح، ملتهبه، ملتهبه مش ملتهبه بميكروب، ملتهبه بفيزيكال ايريتانت، لان تعريف الالتهاب تشو ريسبونس تو ايريتانت فيزيكال كيميكال ميكانيكال مايكرو اورجانيزم. فاللي بيقعد يستنشق غازات سخنه كتير كده ممكن يجي له كونجيشن في اللنج وبالمونري. فهمت يا ندى ولا لا؟ اشطبها يا عبد الرحمن، اشطبها، كله غير كده كله تمام؟ طيب في سلايد واحد هو اللي فاضل. انرجي كنت بقول نيوتراليز، ما ينفعش عشان هيطلع الكالي او الاسيد. انت قصدك ان لو احنا لا مش هيطلع حراره بس يا احمد، مش هيحرقه اكتر، يعني انت دلوقتي هتحرق بالاسيد، ثم انت حرقه كمان بالالكالي، يعني سيبك من ان تفاعل الاسيد والالكالي بيطلع حراره. تخيل واحد مثلا دلو عليه ميه نار، فراح واحد رامي عليه بطاس، يعني كان الله في عونه يعني، فاهماني؟ حتى بغض النظر عن الحراره اللي هتطلع يعني. تريتمنت وبرن يا اولاد من الحاجات المهمه قوي، انا صبرت عليها جامد قوي قوي لانها مهمه قوي، يعني ممكن تلاقيها حاله في الامتحان مثلا ب 20 درجه علاج البرن، بس ده حاله في الامتحان ب 20 درجه. فخلي بالكم من التريتمنت والبرن لان هو مهم قوي، مهم قوي. برجنوزيس بتاع البرن بقى كلام فاضي يعني، طبعا الاكستنت بتاعه الماينور بيرن غير الانترميديت بيرن غير الميجر بيرن، فاهمين يا ولاد؟ ولما واحد بيتحرق منه 50% المورتاليتي بتبقى 50%، يعني هو جايبها ليه كتاب القصر العيني؟ جايبها عشان 50 50 نص نص، يقول لك اتحرق منه 50% مورتاليتي 50%. الدبث اكيد الديب بيرن اخطر من السوبرفيشال بيرن. السايت الوش البرينيوم حروق الوش بندخلها المستشفى وات ايفر الاكستنت. الانفكشن طبعا العيان اللي هو المحروق ده امين كومبرمايز، فالانفكشن ممكن تدخله في سيبتسيميا. الطيب اخطر نوع، اخطر نوع بيرن الهاي فولتج الكتريك بيرن، ده اخطر نوع، لكن المايه السخنه اخف نوع، يعني الحروق بالمايه السخنه اخف حاجه، لكن الحروق بالهاي فولتج الكتريك بيرن اخطر حاجه. اسوشيتد انجري، فاكرين الدكتور صفوت لما قال لكم ان هو اتحرق في الحمام وبعدين كسر عليه الحمام فجري نط من البلكونه فنزل على العربيه اللي كانت واقفه تحت البيت، يعني عمل ديشوليوميت اسوشيتد انجري. طبعا يتحرق طفل خطر، يتحرق حد عجوز خطر، لكن اللي بيتحمل دايما اولاد الشباب، يعني الراجل العجوز ده اصلا الكوروناري بتاعته مثلا 60% من الكوروناري مسدود، فهو فاضل له شوك ويموت، فاضل له شوك ويموت. يعني مثلا شاب صغير اولاد ممكن واد كده من العيال مليان عضلات دي تفقد لها لتر دم ولا لتر ونص سانكيو، 500 ام ال دم يموتوا حد عجوز، 500 ام ال دم يموتوا حد عجوز، لان هو قلبه اصلا بيوصل له دم قليل. ولذلك الايدج والكوموربيديتي من الحاجات المهمه في البروجنوزيس. بالتالي الصفحه دي مفهومه، ما فيهاش حاجه غريبه عليكم، يعني كلها عباره عن كونكلوجن يعني. بريك، ناخد بريك يا اولاد ربع ساعه وبعدين نخش على موضوعنا الكبير. يعني الساعة 8:30، أنا 9:15 إن شاء الله نبدأ. مش عارف يا محمد هو في إيه؟ أنتوا سامعيني؟ سامعيني يا ولاد؟ أمال إيه؟ مش عارف، مش عارف إيه التكنيكال بروبلم يعني، مش عارف لا. قول أنت عايز إيه؟ اكتب، اكتب أنت عايز إيه؟ مش عارف بقى، مش عارف في إيه؟ أنا مش سامعه خالص. هنتكلم دلوقتي يا ولاد عن السكين جرافت. طبعا السكين جرافت هم هيمتحنونا لما نرجع من اجازه، هيمتحنوكوا ايه؟ هيمتحنوكوا ايه لما ترجعوا من الاجازه؟ بال سبيشاليتي هيمتحنونا انت بتسال؟ ما اعرفش يا عبد الرحمن، ما اعرفش هم هيعملوا ايه؟ لكن لما ترجعوا يقولوا لكم حاجه انا هتصرف يعني. انتوا رجعتوا قالوا لكم حاجه معينه انا هتصرف، ما تقلقش. ممكن تستنى، ممكن تستنى. يعني ممكن تستنى لغايه ما حاله العيان تبقى كويسه لو كانت حالته متاخره يعني. فانت ممكن تستنى، يعني ممكن تستنى 3 ايام ما تجراش حاجه، فاهمني؟ بس
كل ما انت بتعجل كل ما كان البين كنترول والفلويد لوس والبوسيبيليتي للانفكشن تقل، كل ما انت بتتاخر كل ما انت بتدي فرصه للانفكشن والفلويد لوس والبين. لو مساحه كبيره، انا قلت ان احنا هنعمل له فلويد يعني هندي له فلويد، لو مساحه كبيره، لو مساحه كبيره اتحرقت دي بيرن، لو مساحه كبيره اتحرقت دي بيرن، انما لو مساحه صغيره لا بيعملوا برايمري اكسجن سكين جرافت على طول، انما لو مساحه كبيره بيقعدوا شويه لغايه ما يحسنوا الجنرال كونديشن بتاعته وبعدين يعملوا له الاكسجن والسكين جرافت. هو انتوا ليه انترستد في الديب بيرن، مع ان هو كتاب القصر العيني كاتب كلمه واحده عنه ان احنا بنعمل له برايمري اكسجن وسكين جرافت، خلاص هو مش كاتب حاجه تاني، كتب ممكن نستنى 3 اسابيع لغايه ما القشره تنشف وتقع وبعدين نحط سكين جرافت، او ممكن نعملها برايمري اكسجن وسكين جرافت على طول. هو ده اللي كاتبه كتاب القصر العيني عن الديب بيرن. It is written in the book that we use 2 ml percentage surface area in one part and in part lymphoma it is written as 4 ml. بص يا عمر، كتاب القصر العيني كاتب اول يوم 4 ml، ثاني يوم 2 ml، لان هو ده الكلام القديم. الكلام الجديد في باركلين فورمولا ان المحاليل بتاعه باركلين هو يوم واحد بس مش يومين، وبيحسبوه على 2 ml. ده اخر تحديث نزل في شهر 8 السنه اللي فاتت، بس هو كتاب القصر العيني ما اتغيرش، فهو ماشي على النظام القديم اللي هو 4 ml في البرسنتج بتاع البيرن في البادي ويت اول يوم، و 2 ml في البرسنتج بتاع البيرن في البادي ويت ثاني يوم. ده الكلام القديم، لكن الكلام الجديد ان في باركلين ان المحاليل بتاعت البيرن يوم واحد بس، وبتتحسب على 2 ml بالكيلو جرام بادي ويت، 2 ml في السيرفيس اريا اوف ذا بيرن في البادي ويت، ومفيش ليميتيشن 50%. الليميتيشن 50% دي لو ده الكلام الجديد، دي احدث حاجه عن باركلين، بس انا ما اعتقدش ان الكلام اثر عليه كتاب. يعني احدث حاجه باركلين ان محاليل الحروق دي يوم واحد مش يومين، وان اليوم الواحد ده 2 ml في السيرفيس اريا اوف ذا بيرن في البادي ويت، ومفيش الليميتيشن بتاع ال 50%، هو ده احدث حاجه عن باركلين. هو مش هيجيب حاله الديب بيرن يا محمد، لان هو بيعتبر ان الديب بيرن دي بيوند يوروسكوب، بيوند يوروسكوب. هو كاتب لك عليها كلمه واحده بس كده وخلاص. اوكي يا ولاد، نبدا السكين جراف، نبدا السكين جراف. فهمتني يا عمر ولا لا؟ عمر فهمت ولا ما فهمتش؟ دلوقتي احنا هناخد موضوع اسمه سكين جراف وموضوع اسمه سكين كلاب. الحقيقه ان السكين جراف يعني سهل، سكين كلاب صعب شويه فهمه. سكين كلاب صعب شكله، فيعني رحمة بيا ركزوا، عشان بس ما ينفعش بقى فكرة إن أنت كل شوية توقع حاجة وتشد أنفاس وتسأل نفس الأسئلة تاني في الحاجات اللي أنا قلتها، وإلا مش هتفهم حاجة، هتوقع جامد. يعني إيه جرافت ويعني إيه فلاب؟ يعني مثلا لو في مثلا واحد عنده واو، إنسان مخروم، كيف يقوم الانسان بسد خرم في اخيه الانسان؟ ممكن نخيط برايمري سوتشر كويس. طيب لو الجاب كبيره مش هنفع خياطها، ممكن احط عليها سكين جراب. هتجيب السكين جراب منين؟ هجيبها مثلا من رجله هنا واحطها هنا. السؤال الجاي، طب والحته اللي انت جبت منها السكين جراب ايه مصيرها؟ احنا عارفين ان في ليزر سيل في الهير فوليكل والسويت جلاند، فانا ممكن اعدي بالسكينه كده واخد حته من الابيديرمس وحته من الديرمس، وبعدين اخد الشريحه اللي فيها الابيديرمس والديرمس دي او ما احطها هنا، فيبقى هنا وصل بيزل سيلير. طب بالنسبه للحته دي هتبقى زي الحرق السكند ديجري، هتبقى زي الحرق السكند ديجري، في بواقي هير فوليكل والسويت جلاند هتلحم بيه، فيبقى افري بودي از هيرت، فاهمين على الارض؟ فهيبقى افري بودي از هاب، يعني الدونر اريا هتبقى سعيده لانها خفت، والريسيبيانت اريا هتبقى سعيده لانها اتغطت. يعني احنا ممكن اغطي الخرم ده بسكين جراف، هجيبه من نفس البني ادم، يعني اوتوجراف، اوتوجراف من نفس بنفس البني ادم، هاخد الجلده اللي فاخده الحته الجلده اللي فاخده واروح اغطي بيها الرؤيه دي. طب والحته اللي انا خدت منها الجلده دي هيحصل لها ايه؟ وانا معدي بالسكينه بعدي في تخانه اخد الايبيديرمز وجزء من الديرمز،
واسيب بقى اللي هي الفوليكل والسمول جلاند بتلحم فيها بيها زي السكندري بيرن. والمنطقه دي بتلحم اسرع من البيرن، اسرع من البيرن، لان البيرن برضه العانه ولا بيبقى اميون كومبرومايز، فبيبقى في عنده ديلي هيلينج شويه. لكن حتى لما بياخدوا السكريت جرافت دي اللي فيها الابيدرمز وجزء من الدرمز بتلحم اسرع، بتلحم اسرع. والرو اريا هنا اتغطت وافري بادي از هابي. دكتور بس دي جلده ناقصه. ايوه دي جلده ناقصه عادي. ناقصه ايه؟ ناقصه بقيه الدرمز. ناقصه ايه؟ ناقصه بقيه الدرمز. طيب هو انت لو خدت حته جلده ناقصه كده ينفع؟ ينفع ينفع. بتاكل ازاي؟ بالامبيبيشن يعني الرش. يعني انا لو جبت واحد متعور ومسحت له التعويره بحته قطنه كده يا ولاد، هلاقي حته القطنه صفرا، حته القطنه لونها اصفر، مطلعه سيرم، مطلعه سيرم. السكين جرافت اللي انا حطيتها دي بتاكل من السيرم، بتاكل من السيرم كده، حاجه اسمها امبيبيشن. ها تقعد تلحس السيرم كده وتاكله، تقعد تلحس السيرم كده وتاكله. السيرم ده طالع من البيض كده، من الرو اريا، فانا بحطها هي تفضل تاكل من السيرم دي لغايه ما تعمل نيو فاسكولاريزيشن. اول ما تعمل نيو بلاد فيسل لنفسها، نيو فاسكولاريزيشن، حصل لها كده، خلاص حصل لها كده. الحكايه دي تاخد قد ايه؟ يحصل لها كيك قد ايه؟ حوالي 5 ايام. يعني بعد 5 ايام بتكون عملت نيو فاسكولاريزيشن. هو الجسم يقدر يعمل بلاد فيسل جديده؟ ابيثيليال جروث فاكتور وفايبر بلاست جروث فاكتور، فبيعمل انجيوجينيسيس، بيعمل انجيوجينيسيس ويقدر يعمل لنفسه بلاد فيسل جديده. يعني في الفتره الاولانيه دي اعتماد الجرافت مينلي على الامبيديشن. يعني لازم البيد ده، البيد اللي انا حاطه عليها ده يكون كريم، يكون كريم ويديها فلويد كفايه يخليها تاكل يعني لغايه ما تعمل نيو فاسكولاريزيشن. ايوه. طب هو في بيد كريم وبيد بخيل؟ في. يعني البيد الكريم لونه احمر، البيد البخيل لونه ابيض. يعني التندون، النيرف، البون، ده ما يرشحش، ده ام ام اف زي محافظه المنوفيه كده ما ترشحش. فلو حطيت عليها السكين جرافت هتموت لان مفيش امبيبيشن. لكن هيلثي جرانيوليشن تيشو ترشح، ماسل ترشح. فلو البيض لونه احمر يرشح، يقوم يدي امبيبيشن، يقوم او يدي فلويد الجرافت تعمل له امبيبيشن وتتاخد. فانا بشرح دلوقتي يا اولاد موضوع اسمه سكين جرافت، موضوع اسمه سكين جرافت اللي هي فكره ان انا هاخد حته جلده من مكان انسان واحطها في حته تانية في مكان تاني في نفس الانسان. طب وانت لما تنقلها كده هيبقى هنا في رو اريا، هنا في رو اريا. ما انا عاملها زي السكند ديجري بيرم كده، واخد الابيديرمز وجزء من الديرمز، فدي هتلحم من بواقي الهير فوليكل والسمول جلاند، ودي هغطيها فتاكل الاول بالامبيديشن لغايه حوالي 5 ايام، تعمل لنفسها نيو فاسكولاريزيشن. ولما تعمل لنفسها نيو فاسكولاريزيشن يبقى حصل لها في، حصل لها في، ويبقى ايفري بادي از هابي. الجرافت دي هتاكل منين؟ السكين جرافت دي هتاكل منين؟ في الاول امبيبيشن. يعني ايه امبيبيشن؟ امتصاص، يعني امتصاص. امتصاص ايه؟ امتصاص السيرم. السيرم اللي جاي منين؟ من البيض، من البيض ده. احلى بيض لونه ايه؟ لونه احمر، ده بيرشح حلو. لكن لو البيض لونه ابيض يعني تندون، بون، نير، يبقى وحش. او انفكتد، لان لو في انفكشن طبعا، انفكشن بيعوق الميكروب، بياخد هو النيوتريشن ويسيب الجلد. المشكله اللي قابلتنا ايه؟ ان الجلده دي ناقصه، حاسه في وسط اخواتها ان دي كامله ودي كامله ودي ناقصه، فعامله كونتراكشن وبيجمنتيشن كده، حاسه انها ناقصه في وسط اخواتها، فعامله كونتراكشن وبيجمنتيشن كده، فبيبقى شكلها وحش، شكلها وحش، لانها ناقصه في وسط اخواتها الكاملين. فبقى شكلها وحش، نتيجه الكونتراكشر والبيجمنتيشن كده بقى شكلها وحش. يعني ما نعملهاش ليه؟ ما نعملهاش ليه؟ يعني واحد مثلا محروق في فخده، طب ما احط له سبليت جرافت، ايه المشكله يعني؟ هيبقى فيها كونتراكشر شويه وبيجمنتيشن، مش لازم يلبس هوت شورت ويخش مسابقه ملك جمال الفخاد يعني. يعني ما هو محروق برضه، ديب بيرن، فاهمين يا ولاد؟ فانا يعني او متعور جامد يعني، فانا هعمل له سبليت جرافت، ودي حته هيدن ما يغطيها يعني. دكتور طب في الوش، الوش مفيش معلش. طيب انا معاك ان في الوش مفيش معلش، وبالتالي في الوش هضطر اخد جلده كامله،
فيها الإبيديرمز، فيها الإبيديرمز والديرمز كله لغاية السبكتينس فات الهايبوديرمز، يعني في الديرمز والإبيديرمز والسبكتينس فات، يعني لغاية السبكتينس فات. طب حلو قوي. طب الدونر سايت هياكل منين؟ لازم اخد حته صغيره عشان اقفلها يعني انا باخدها بمشرط واقفلها بالخيط، يعني حاطط حته صغيره قيمه يا خلبوس كده. الجلد اولاد بيبقى لوز وريداندنت كده، فانا باخد منه حته صغيره قيمه يا خلبوس وبعدين اخيط بس كده. وحده قياسها يا خلبوس يعني زي كده واخيط، وانا هاخد حته الجلده الصغيره دي احطها له في وشه هنا واخيطها. طب يا دكتور انت لو خدت جلده كده كامله هتاكل ازاي؟ بالامبيبيشن، هو الجلد السكين جرافت كله بياكل بالامبيبيشن لغايه ما تعمل لنفسها نيو فاسكولاريزيشن، ودي مش هتعمل كونتراكشر وبيجمنتيشن، لا مش هتعمل لانها كامله زي اخواتها، دي كامله ودي كامله ودي كمان كامله، فهي مش هتاكل بالامبيبيشن لغايه ما يحصل لها ايه. طب دي تخينه حته الجلده دي تخينه، الامبيبيشن بيكفيها يعني ممكن ويحصل لها تيك وممكن لا ويحصل لها فيلير واضطر اعيدها تاني، يعني نسبه نجاح السبليت جرافت اعلى من نسبه نجاح الفول سيكنس جرافت. فرصه نجاح السبليت جرافت اعلى من فرصه نجاح الفول سيكنس جرافت، لان الفول سيكنس جرافت برضه عايزه سيرم كتير بصراحه، ففيها فيلير ريت اعلى، اكيد فيها فيلير ريت اعلى، بس هي اسيتيكالي يعني شكلها كوزموتيكالي احلى ديفت. فاحنا مثلا ممكن ايه واحد يكون بنشيله بيزل سيل كارسينوما، يعني يعني في مشكله في وشه عايزين نغطيه، فممكن ناخد حته جلده من فوق الكلافيكل كده واخيط واحطها له، او حته جلده من ورا ودنه واحطها له، ويا ريت تبقى حته قريبه عشان يبقى اللون ماتشنج، عشان يبقى اللون ماتشنج. الحقيقه ان الفود سيكنس جرافت دي عيبها الوحيد الفيلير ريت، يعني عيبها الوحيد الفيلير ريت، ان فيها فيلير ريت عالي عن السبليت جرافت. طب واحنا بنضطر لها امتى؟ بنضطر لها في الوش، لان في الوش ما فيش معلش. وبنضطر لها امتى تاني؟ في البطن والسول، يعني انت لو تاخد بالك رجلك دي بطن رجلك ده وبطن ايدك ثيك سكين عشان يتحمل، عشان يتحمل، فما ينفعش مثلا واحد عايز اعمل له جرافت في ايده او في رجله احط له سبليت جرافت ما تتحملش البرش، يعني هتتخرب هتتعور وتتخرب ما تتحملش البرش. لما اكون في بطن الرجل او في الايد لازم فول سيكنس جرافت، حتى هو ربنا خلقنا وفهمنا اهو ده ثيك سكن، ثيك سكن ما ينفعش تحط له سبليت جرافت. ولذلك انا شرحت ان في نوعين من السكن جرافت، ده الجلد، ده الابيديرمز وده الديرمز وده الهايبوديرمز. فانا لو عديت بالسكينه هنا كده ابقى عملت حاجه اسمها سبليت جرافت او ترش جراف، انما لو خدت الجلده كلها كده بنقول عليها فول سيكنس جراف او نقول عليها وولف جراف. مين شكلها احلى؟ الفول سيكنس. عيوبها الفول سيكنس دي شكلها احلى، شكلها احلى، ما بتعملش كونتراكشر وبيجمنتيشن، تتحمل البريشر عشان كده بنحطها في الوش، ولانها تتحمل البريشر بنحطها في البلم والسول. عيبها عندها ميول فطريه لانها تسقط للسقوط، عندها ميول فطريه انها تسقط، فيها الامبيبيشن ساعات ما يكفيهاش فبيبقى فيها فيلير ريت ونضطر نعيدها. طب السبليت جرافت، السبليت جرافت انا اقدر اغطي مساحه كبيره، يعني ممكن اخد من الدونر سايت مثلا حته كبيره كده، ما فيش ليميتيشن هاكل كده، فممكن اغطي مساحه كبيره، فيلير ريت قليل قوي، فيلير ريت قليل قوي يعني لانها رفيعه فالانبيبيشن بيكفيها، فالدونر سايت بيخف والريسيبيانت سايت بيستفيد والفيلير ريت قليل. امال ايه عيبها الجامد قوي؟ عيبها الجامد قوي يا اولاد انها بتعمل كونتراكشر وبيجمنتيشن فشكلها مش حلو. السؤال الجاي، واحد عنده بيزل سيل كارسينوما وبعدين شلتها له فبقى فيه رو اريا في وشه، تحبوا نحط له انهو جرافت؟ فول سيكنس تمام. وولف جرافت عشان الوش مفيش معلش. هقول لكم حاجه، هي كتاب القصر العيني مش كاتبها بس هفهمها لكم. لو حصل لوكال ريكرنس للورم، يعني لو شلت بيزل سيل كارسينوما حصل لوكال ريكرنس، اكتشافه في السبليت جرافت اسهل لانها رفيعه، لكن الفول سيكنس جرافت
الاكتشاف هو اصعب شويه. ولذلك بتوع التجميل يعملوا ايه بقى؟ يقول لك اما تشيل ليزر سيل كارسينوما حط له سبرين جرافت لمده 6 شهور مثلا، من 6 شهور لسنه كده، ما حصلش لوكال ريكرنس شيلها احطه فول سيت، يعني حط له الاول سبرين جرافت عشان لو حصل لوكال ريكرنس اكتشفه بدري. لمده سنه كده ولا حاجه، وبعدين شيلها وبعدين حط له فول سيكنس جرافت، لان في الاخر ده وشه في الوش. الحته دي واضحه ولا ان انا في الوش تندنس الفطري ان احط فول سيكنس جرافت؟ وده حقيقي، ده حقيقي، يعني انا في الوش بحط فول سيكنس جرافت. ولكن في السرطان ساعات بيبقى ليا بريكوشن كده، ان السرطان ساعات يحصل فيه لوكال ريكارنس، فممكن نحط سبرينج جرافت لمده سنه كده اطمن ان مفيش لوكال ريكارنس حصل، بعدين اشيل السبرينج جرافت بعد كده احط له فول سيكنس. المثال ده اوكي ولا؟ جميل. تعال نخش على حاجه ثانيه. واحد عنده السكر وده واحد عنده السكر، والاثنين عندهم دايابيتك فود انفكشن. واحد عنده دايابيتك فود انفكشن في بطن رجله، والتاني عنده دايابيتك فود انفكشن في ظهر رجله، اختاره. يعني الوش يا غزال، الوش بنحب نحط فيه فول سيكنس جرافت عشان ما نعملش كونتراكشر وبيجمنتيشن، بس اكتشاف اللوكال ريكرنس على السبليك جرافت اسهل. يعني لو الورم رجع تاني اكتشافه اسهل لو في سبليك جرافت لانها رفيعه. فبتوع التجميل بيحطوا سبليك جرافت الاول لمده سنه، لان لو حصل لوكال ريكرنس هيحصل في خلال سنه. لو حصل لوكال ريكرنس بيحصل في خلال سنه. فاحنا بنحط سبليك جرافت لمده سنه. وبعد ما نحط السبرينج جرافت لمده سنه ما حصلش ريكارنس خلاص، بس في كونتراكشر وبيجمنتيشن والراجل مش مبسوط من شكله، بشيل السبرينج جرافت دي بقى واحط له فول سيكنس جرافت. صح؟ في البالما هحط فول سيكنس، في الظهر ممكن احط سبرينج جرافت، شكلها مش حلو، ما جراش حاجه، يبقى قلب الشراب يعني. يعني في ظهر الرجل ممكن احط سبرينج جرافت، لكن بطن الرجل احط فول سيكنس جرافت. خلي بالكو لما تيجي تعالج واحدة عندها دايابيتك فود لازم تتأكد ان الانفكشن كومبليتلي ريموف، لان الانفكشن وجود الانفكشن بياكل هو النيوتريشن ويسيب الجرافت، فالجرافت تموت. عشان كده لازم نضع الانفكشن تماما قبل ما نحط الجرافت. مين التيك بتاعه اسهل؟ ممكن بعد سنة بعد تبقى صالحة، ممكن بعد سنة اقطع الحتة الكونتراكتد وبيجمنت دي واحط واحدة تانية فود، ما فيش حاجة. ممكن اعورك في اي وقت يا غزال، اعورك في اي وقت واحط لك سكين جراف زي ما انا عايز. يعني ممكن مثلا اعورك دلوقتي احط لك سكين جراف، وبعد سنه اعورك تاني واحط لك سكين جراف تاني. ماشي يا غزال؟ ولذلك احنا ايه عندنا فود سيكنس جراف وعندنا سكين جراف. الكلام اللي احنا خدناه، احنا خدنا حاجه اسمها جراف سكين جراف، ودي فيها سكين جراف وفول سيكنس جراف، الاثنين بياكلوا بالامبيديشن لغايه ما يعملوا نيو فاسكولاريزيشن، وده بعد حوالي 5 ايام، فيبقى حصل لهم حاجه اسمها تيك. تيك يعني اتاخدوا خلاص كده بقى كل حاجه يزول. فتره الفيلير ان الامبيديشن ما يكفيش، لو الامبيديشن ما كفاش هتموت، ولو ماتت مش هتعمل نيو فاسكولاريزيشن، لكن لو الامبيديشن كفاها هتفضل تعيش لغايه ما تعمل نيو فاسكولاريزيشن. السبليت جرافت ميزتها ان انا ممكن اخد من الدونر سايت، اخد مساحه كبيره وغطي حته كبيره في الريسيبيانت اريا. مميزاتها انها رفيعه، فالتيك بتاعها حلو قوي. يعني الميزه الثانيه انها رفيعه، فالتيك بتاعها حلو قوي، فاكسس ريت بتاعها والتيك بتاعها حلو قوي. عيبها عيب كونتراكشر وبيجمنتيشن اند ات دازنت بير بريشر، ما تتحملش الضغط. طب الفول سيكنس جراف عيبها مساحه صغيره من الدونر سايت، لان لازم اقفل مكانها، لازم بعد ما اشيلها اقفل مكانها بغرز، مش كده باخدها من حته من الداريه زي ورا الودن كده. مساحه صغيره. العيب الثاني فيلير ريت اعلى من السبريت جراف مقارنه بالسبريت جراف. طب المميزات نو كونتراكشن نو بيجمنتيشن اثيتيكالي احلى. كلام هنشوف كده الناس كانت باينه. احنا هنتكلم على سكين جرافت وسكين فلاب وتيشو اكسباندرز، انما يا رب جلد. تعال نشوف الجرافت. سكين جرافت تيشو از كومبليتلي ديتاتشد فروم اتس بلاد سبلاي، يعني انا قطعتها خالص من الرجل مثلا ان ذا دونر اريا اند ريسيف اتس نيو بلاد سبلاي فروم ذا بيز اوف ذا وند، يعني انا شلتها خالص من البلاد سبلاي بتاعها في الرجل مثلا، شلتها من البلاد سبلاي بتاعها تماما خلاص تماما، ورحت حطيتها في الايد، فهي هتعمل نيو بلاد سبلاي من الايد، يعني هي هتعمل لنفسها نيو بلاد سبلاي من الايد. طب في المراحل الاولانيه هتاكل بايه؟ بالامبيديشن.
لغايه ما تعمل لنفسها نوم لاكسب لاي. شوف الاولاد عامله بيجمنتيشن ازاي. ممكن ناخد حته الجلده نعمل لها حاجه اسمها ميشنج، يعني ممكن ناخد حته الجلده نعمل لها حاجه اسمها ميشنج، نخرمها تبقى زي الشبكه عشان تنط معايا، عشان تنط معايا. فممكن ياخدوا الجلد يخرموه على مكنه كده زي المكنه اللي بتخرموا بيها الورق لما تيجوا تكعبوه، يخرموا الجلد يعملوا حاجه اسمها ميشنج فتنط معايا. هي انكمبليت فبيبقى فيها اكسسيف فايبروزيس في الهيلي، يعني سكند ريكونتراكشر بتاعها عالي، فبتعمل يعني اكسسيف فايبروزيس لان الدرمز بتاعها ناقص، ولان الدرمز بتاعها ناقص بتعوض باكسسيف فايبروزيس. عندنا سبليت جرافت وفول سيكنس جرافت. سبليت جرافت في الابيدرمز وبارت من الدرمز، الابيدرمز وبارت من الدرمز، لكن الولف جرافت الفول سيكنس في كل الابيدرمز وكل الدرمز، كل الابيدرمز وكل الدرمز. الادفانتج بتاعت السبليت جرافت سرفايف ايزي لانها رفيعه. الدونر سايت هيل سبونتينيوس، يعني الدونر سايت اللي انا خدت منه الجلده دي بيحمل لوحده لان سايب فيه بقيه الهير فوليكل والسود جلاند، وممكن ناخد مساحات كبيره، ممكن ناخد منها مساحات كبيره. الديس ادفانتج ماركت كونتراكشن، تعمل كونتراكشن وفايبروزيس وبيجمنتيشن. ف اسيتيكالي بور، يعني اسيتيكالي بور يعني كوزماتيكالي بور، كوزماتيكالي بور. ويك ريزيستنس، ما ينفعش نحطها لا في البلم ولا في السول، ولانها ناقصه فهي ناقصه ومشاعرها وحشه، يعني هي ناقصه ومشاعرها وحشه، فاهمين يا ولاد؟ لكن الفول سيكنس جراف مينيمال كونتراكشن كان ريزيست التروما بيتر سنسيشن كوزماتيكالي او اسيتيكالي بيتر، كوزماتيكالي او اسيتيكالي بيتر، فاهمين يا ولاد؟ عيوبها ما بتتخذ يعني السكسس ريت بتاعها اقل شويه، السكسس ريت بتاعها اقل شويه لانها تخينه ومحتاجه سيرم كتير. يعني انت لو حبيت تعزم حد عندك في البيت، تعزم حد تخين ولا حد رفيع؟ تعزم حد رفيع لان ده هياكل قليل كده وخلاص، لكن عزمت حد تخين ممكن يعوض لك الثلاجه، فاهمين يا ولاد ولا لا؟ مش كده السبليت جرافت ترضى بقليله، لكن الفول سيكنس جرافت لا محتاجه سيرم كتير. الفول سيكنس جرافت الدونر سايت ماست بي كلوزد سيرجيكال، وهي ليميتد اريا، ممكن ناخد منها ليميتد اريا. السبليت جرافت بناخدها بدرماتوم كده، حاجه اسمها هامب نايف او باجيت درماتوم، التخانه رفيعه يحدد التخانه، وساعات تاخد حته الجلده نعديها على مكنه تخرمها كده عشان تمط معايا. السبليت جرافت يا ولاد بناخد الابيدرمز وجزء من الدرمز، بسيب جزء، ها بسيب جزء من الابيدرمز وجزء من الدرمز، وباخدها بحاجه اسمها هامب نايف او باجيت درماتوم، فاهمين يا ولاد؟ ممكن اعمل لها ميشنج، ممكن اعمل لها ميشنج عشان تمط معايا. الفول سيكنس جرافت obtained from any part of the body using scalpel، مشط، مش درماتوم، مش درماتوم، بتاخد بمشط. taken from an area close to recipient site، يعني هتاخدها للوش تاخدها من ورا الودن من عند الكلافيكل من حته قريبه عشان اللون يبقى ماتشي، يعني taken from area close to recipient من حته قريبه، ده بيبقى افضل في الكالر ماتشي. مثلا في الوش ممكن ناخدها above the clavicle او post auricular to cover facial defect. السبريت جرافت بتتاخد بدرماتوم، السبريت جرافت بتتاخد بدرماتوم وما بنقفلش جرح، هو بيهيل لوحده، ما بنقفلوش هو بيهيل لوحده. لكن الفول سيكنس جرافت الفول سيكنس جرافت بيهيل الفول سيكنس جرافت بتاخد بمشرط، وبعد ما اقطع قطعه نظيفه بالمشرط بخيط مكانها لانها عمرها ما تلحم، انا واخد كل الجلد والسب كتينس بقى كل الابيدرمز والدرمز، يعني واقف على السب كتينس فات، فعمرها ما هتلحم، لازم اخيط مكانها. مش كده باخد حته صغيره، شايفين حته صغيره، قيمه يا خلبو حته صغيره من الجلد باخدها بمشهد. سبليت جرافت اوبتيند باي درماتوم، بنحب دايما ناخد الجلد السبليت جرافت دي بالدرماتوم من حته مساحه كبيره، يعني ناخدها من البط، ناخدها من الفخذ، عشان انا بحتاج دايما في السبليت جرافت مساحات كبيره. ايوه يا سمر بيرجع طبيعي، السبليت جرافت والله العظيم الدونر سايد بيرجع طبيعي، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان الدونر سايد في السبليت جرافت بيرجع طبيعي، لكن الدونر سايد في الفول سيكنس جرافت يبقى فيه سكار،
في سكار وغرز، مكان ما انا خيطت في سكار وغرز. اللي هيبقى فيه سكار في الدونر سايت الفول سيكنس، لكن السبليت جرافت بيرجع طبيعي خالص زي السكند ديجري بيرن، زي السكند ديجري بيرن بيرجع طبيعي خالص. الدونر سايت هيلز كومبليت ويز ابيسيريالايزيشن، والله بيهيل بيهيل تماما تماما تلات واحيانا اقل. ده الدرماتوم ياخد السبليت جرافت مساحات كبيره من الجلد، الحكيمه بتاخدها تحطها للعيان يعني، مش بتاخدها تعمل عليها شوربه يعني. يا لهوي يا دكتور، والحته اللي اتعورت في فخده دي هتلحم؟ والله والله الدولار سايت هيلحم ويرجع طبيعي وزي الفل، زي ما كل حد بيقشر بطاطس. ايوه العرايس، ده فكر العرايس يعني، نقشر بطاطس. جرافت ماست اوبتين ا بلاد سبلاي فروم ريسيبيانت بيد تو سرفايف، يعني الجرافت اللي انا قلتها دي لازم تاخد بلاد سبلاي من الحته اللي رايحه لها يعني. ولذلك الفاسكولار ستيتس اوف ذا بيد مهم قوي، يعني البيد اللي انا هحط عليه السكين جرافت مهم قوي، حالتها مهمه قوي لغايه ما لازم يديها في سيرم، سيرم تاكل بالامبيبيشن لغايه ما تعمل نيو فاسكولارايزيشن. النيو فاسكولارايزيشن بياخد وقت قد ايه؟ من 5 لـ7 ايام. وانس ان النيو فاسكولارايزيشن حصل يبقى حصل لها تيك. يعني ايه تيك؟ يعني عملت نيو فاسكولارايزيشن. يعني ايه تيك؟ يعني عملت نيو فاسكولارايزيشن. الجرافت الاول بتسرفايف على الامبيبيشن، الجرافت اللي انا حطيتها الاول بتسرفايف على الامبيبيشن، وبعدين تبدا تعمل نيو فاسكولارايزيشن. اول ما تعمل بقى فاسكولارايزيشن خلاص كده حصل لها تيك، وده 5 تيك. في اي مشاكل في السكين جرافت؟ لا، في مشاكل في السكين جرافت. خالد، خالد ايه الاخبار يا خالد؟ طمني. والله يا سلمى يعني الواحد حاسس ان هو متضايق، انت عارفه انا مش وظيفتي اسعادك، خطيبه يسعده، انا افهمه. عايزه سعاده اتجه الى الزواج المبكر. بص ركز، السعاده ولاد في الجواز، لكن فيما يتعلق بالطب والتعليم فانا عمري ما هعرف اساعدك، كنت بعرف لكن اقدر افهمك، بس هو دي قدرتي يعني، ما يقدر على القدره الا ربنا. على فكره يا سلمى، انت هتلاقي الناس اللي متجوزه بتتخانق، بس انت عارفه لما يجي مثلا يجوزوا بنتهم تلاقيهم مبسوطين وبيزغرطوا، رغم انهم يكونوا لسه متخانقين جوه، بس تلاقيهم مبسوطين وبيزغرطوا. فاهمين يا رب؟ اوعى حد يفتكر ان خناقات الزواج دي خناقات، لا ده اختلافات، الناس بتختلف بس، واهم حاجه في وسط الاختلافات دي يكون الناس حاطين استراتيجيه للتعامل فيه، لان احنا بشر. انت بتتخانقي مع اخواتك اللي نفس الاب ونفس الام ونفس فلما حد بيتجوز واحده تانية هو مش من بيته، حتى من بيته يعني اكيد في اختلاف يعني، فاهمينها؟ فاهمينها؟ لا، فهيبقى في شويه خناقات، ما جراش حاجه، اهم حاجه نحط استراتيجيه للتعامل مع المواقف، نحطها من اول كده ما نتجوز، نحط استراتيجيه للتعامل، هي دي طريقه التعامل وقت ما نختلف. فاهمين يا اولاد؟ تلاقي الامور بتبقى ماشيه كويسه قوي طالما ان العروسه مهم قوي يا اولاد ان العروسه يبقى مخها نظيف، ومهم قوي انها تبقى ذكيه. عشان كده دايما انصحك اتجوز دكتوره، اتجوز دكتوره لانها مخها نظيف وذكيه. فاهمين يا اولاد؟ طول ما الست مخها نظيف يا فرح، طول يعني الست ساعات بتحيد سنة كده، لكن ربنا خلقها كده يعني، البنت ربنا خلقها تربي طفل يعني، ممكن تمسك طفل وتقعد تكلمه وتتكلم معاه، والطفل مش فاهم حاجة، أكيد مش فاهم حاجة، أنت لما تبص عليها تحس إنها مجنونة وعمالة تكلمه كده، سبحان الله. يعني العيل بعد كده بيتكلم، فاهماني؟ يعني هو يقعد تقعد تكلمه كده حاجة غريبة، أنت لما تبص عليها تحس إنها مجنونة يعني، بس أنت تلاقيها تكتشف إن الطفل اتكلم من كتر ما بيبص عليه، وتلاقيه هو بيتأتأ، هي الوحيدة اللي بتفهمه هو بيقول ايه. فاهمين يا رب؟ فدي حاجة من عند ربنا، دي حاجة من عند ربنا، رحمة من عند ربنا، ربنا اداها للست. عشان فانت كمان لازم تبقى اورينتد بالحكاية دي، ان هي عقلها صغير شوية، ايه يعني؟ فاهمين؟ بس طول ما في استراتيجية ومخها نضيف، لا الامور بتبقى كويسة قوي يا رب. عشان كده يا اولاد انصحك تتجوز دكتور، وانا بنات اهو بعمل كل اللي اقدر عليه، ما اقدرش اعمل اكتر من كده. يعني بحاول جامد قوي ازق العيال على انهم يتجوزوا دكتور، اعمل ايه تاني بقى؟ ما اقدرش اعمل حاجه. مين على؟ والبنات برضو كده، اوعى تتجوزي حد غبي، هيبهدلك، هتحس بغربه غير عاديه، والله العظيم. اوعى تتجوزي واحد غبي، هتلاقي كل تصرفاته مش طبيعيه، مجنون،
مهم قوي نادي ان احنا نبقى لا بس احب انا ايه البنات الدكاتره دول يا ولاد ومخهم بريليانت كده من هم صغيرين، فبنت الدكتوره دي يدفع فيها مهر لانها مخها نضيف. نرجع بقى يا ولاد لايه؟ للسكين فلاب. السكين فلاب الحقيقه اصعب بقى، عايزه اي كيو نفس، طلعوا لي المخ النظيف شويه صغيرين شويه صغيرين وندخله تاني. يعني ايه فلاب يا ولاد؟ يعني ايه فلابه؟ يعني هاخد حته جلده بالبلاد سبلاي بتاعها. بص الواد العام ده عنده رو اريا في رجله، فانا خدت حته جلده من رجله الثانيه ورحت مخيطها هنا، بس سبت الحته دي سليمه، سبت المنطقه دي سليمه عشان تدخل دم، وفضلت رجليه لازقه في بعضها كده. كان عنده فينوس ألسر، فانا نظفت الحته ورحت واخد حته جلد من رجله الثانيه ورحت مخيطها في مكان الفينوس ألسر دي، وسبتها كده يا اولاد 5 ايام لغايه ما عملت لنفسها نيو فاسكولاريزي. وبعدين رحت قاطع البيديكل ده وفصلت الرجلتين على بعض، وكأن خليت الجلد ما يعتمدش على الامبيديشن، خليته معتمد على البلاد سبلاي اللي جاي له من الرجل الثانيه، لغايه ما عمل لنفسه بلاد فيسل وعمل نيو فاسكولاريزيشن. وبعدين رحت قاطع البيديكل. ليه؟ لان لقيت البيد فيه عظمه، والعظمه يا اولاد ما بترشحش، فلو انا جبت سكين جرافت وحطيتها هنا مش هيحصل لها تيك، لان مفيش سيرم تعمل له امبيديشن، مفيش سيرم تعمل له امبيديشن، لان العظمه البير دي البيد ابيض ابيض ابيض، يعني ام ان اف منو في مش هيرشح حاجه. الحل ما ينفعش جرافت، لازم فلاب. يعني ايه الفلاب؟ الفلاب عن الجرافت يا دكتور، الفلابه انا واخد الجلده ومخسيبها متعلقه ببيديك يدخل لها دم، ورحت مخيطها على الرو اريا لغايه ما تعمل لنفسها نيو فاسكولاريزيشن. بعد ما تعمل لنفسها نيو فاسكولاريزيشن اقطع البيديك. يا لهوي يا دكتور، والرجلتين يا دكتور بيفضلوا لازقين في بعض كده يا دكتور؟ ايوه بيقعدوا لازقين في بعض كده، والعيان بيبقى متضايق. اكيد متضايق، يعني حطيت نفسك مكانه اكيد هيبقى متضايق. طب وبعد كده بنفكهم من بعض؟ اه بنفكهم من بعض. انا متضايق يا دكتور، ولع مش وظيفتي اسعادك. انت فاهم؟ يعني انت فاهم ان انا خدت الجلد بالبلاد سبلاي بتاعه ببيديكل في البلاد، في البلاد سبلاي بتاعه، واستنيت لغايه ما عمل نيو فاسكولاريزيشن، بعدين رحت قاطع البيديكل. التيشو ترانسفيرد فروم وان سايد the body to another with maintaining their blood supply for nourishment. أمينتين البلاد سبلاي بتاعته عشان أكله لغاية ما يعمل نيو فاسكولاريزيشن. يا نور، ده كل التخانة بتاعت الجلد، ما أنا واخدها بالبلاد سبلاي فمش هممني حاجة. هيحصل إيه يعني؟ ما خلاص عملت لنفسها بلاد فيسل جديد، فلما بقطع البيديكل بتاعها ما بيحصلش حاجة. مكانها هقفله، بقفله بغرز، مكانها هقفله بغرز. انا يعني باخد حته جلد مش كبيره ادي الخلبوز برضه، ومكانها بقفله بغرز. لا الناحيه اللي انا اخدت منها، الحته اللي انا اخدت منها بقفلها بغرز، الحته اللي انا اخدت منها بقفلها بغرز، لان دي بتبقى فول سيكنس، فول سيكنس جرافت. يعني زي الفول سيكنس جرافت، هي بديل للفول سيكنس جرافت. طبعا اخترعوها ليه؟ عشان يعوضوا فكره الفيلير ريت. يعني هم اخترعوا الفلابه دي عشان عارفين ان الفول سيكنس جرافت ليها فيلير ريت عالي، لكن الفلابه ملهاش فيلير ريت خالص، فلابه ما فيهاش فيلير ريت خالص. عايزين نقسم بقى الفلابه اللي انا خدتها بالبيديكل دي، ممكن اقسمها تبع مكوناتها. سكين فلاب باخد فيها سكين بس، فيشيو كيتينس فلاب باخد سكين وفاشيا، سكين زائد فاشيا، مايو كيتينس فلاب باخد سكين وساب كيتينس تيشو فاسي ومسلز، زي لما خدت اللاتسمس دورساي عملت بيها بريست، فانا لما خدت اللاتسمس دورساي عملت بيها بريست، ما دي مايو كيتينس فلاب، ما دي مايو كيتينس فلاب. طب والفلابه يا ندى بقول لك بناخد فلابه مش فيها جلد، فيها جلد وفاشيه. وبعدين رحت مزود قلت خدنا الجلد والفاشيه والمصل، يعني ده انا باخد جلد وفاشيه ومصل. طب يا ندى هقول لك حاجه، ساعات ناخد جلد وفاشيه ومصل وعض، يعني ساعات في سنه رابعه قالوا لكم ان احنا ممكن نشيل نص المندو ونعمل حاجه اسمها كوماندوز اوبريشن، وناخد حته من الضلع بالمصل، حته من الضلع بالجلد بالمصل بالضلوع، وناخدها فلاب اوسيو مايوكيتينس فلاب. يعني مش بناخد الجلد بس، ده احنا ممكن ناخد الجلد والفاشيه، ممكن ناخد الجلد والفاشيه والمصل،
في لعبه، ما هو واخدهم بالبلاد سبلاي، بالبلاد سبلاي بتاعهم، واخدهم بالبلاد سبلاي بتاعهم، واستناهم لغايه ما يعملوا تيك من الانسجه اللي حواليهم، وبعدين ابقى اقطع البليت. يعني انا واخدهم بالبلاد سبلاي بتاعهم، وبعدين استناها ما تعمل تيك، وبعدين ابقى اقطع. مش فاهم سؤالك يا ندى، مش فاهمه ايه في الفلاب، يعني مش فاهمه ايه حته الجلده واخدها وهي لسه متعلقه في مكانها. يعني فكرتها ان انا خدت حته الجلده زي الفول سيكنس جرافت، بس مش قطعتها، لا خليتها متعلقه بديكل، البديكل ده بيفضل يدخل لها دم لغايه ما هي تعمل لنفسها نيو فاسكولاريزيشن. الجرافت طب انا قطعت دي خالص وحطيتها، الجرافت يعني كده قطعت الجلده خالص وحطيتها هنا، قعدت تاكل بالانبيبيشن لغايه ما عملت نيو فاسكولاريزيشن. الفلابه خدت حته الجلده كده وخرجتها وسبت البيديكل بتاعها، فالرجلتين لازقين في بعض. هي بتاكل منين؟ بتاكل من البلاد سبلاي اللي داخل لها من هنا، لغايه ما تعمل لنفسها نيو فاسكولاريزيشن بقطعها. ماشي يعني ده انا جايب الصوره دي، جايب الصوره دي وقال خلاص بقى يعني الموضوع انتهى. يعني لو ما انتيش فاهمه ارفع ايدي، لو لسه مش فاهمه ارفع ايدي عشان افهم انت مشكلتي. خدنا الجلد، واحد كان عنده فينس ألسر هنا في رجله دي، واحد كان عنده مثلا فينس ألسر في رجله دي، فخدت من رجله السليمه حته الجلد وحطيتها عليه بس، ورحت مخيطها هنا، وهتفضل رجلتين لازقين في بعض لغايه ما يحصل لها تيك وبعدين اقطعها. على فكره مش هو دي الحته الصعبه في الجرافت خالص، في الفلاب. فلاب هاز اتس اون بلاد سبلاي، سو وات مينز باي تيك؟ تيك يعني عمل البلاد سبلاي من حته جديده، انا واخدها بالبلاد سبلاي بتاعها، لكن هي هتعمل بلاد سبلاي نفسها في الحته الجديده. لما تعمل بلاد سبلاي لنفسها من الحته الجديده يبقى حصل لها تيك، او مقاطع البلاد سبلاي الاولانيه. فهمت يا محمد؟ حصل تيك يا ولاد، يعني عملت لنفسها بلاد سبلاي في الحته الجديده، عملت لنفسها بلاد سبلاي من الانسجه اللي حواليها في الحته الجديده، عملت لنفسها بلاد سبلاي من هنا. فهمت يا محمد ولا ما فهمتش؟ يعني دي اول حته في السكين فلاب، والحقيقه عشان نبقى يعني واضحين مع بعض دي اسهل حته. احنا بقى ممكن ناخد حته الجلد بس، ممكن ناخد حته الجلد ودي فاشيه، فتبقى الفلابه اتخن جميله ومشاعرها حلوه كده وجميله، لدرجه ممكن اعمل فيها عمليه يعني بعد كده، بعد ما تتاخد ممكن افتح فيها كانها جزء جلد عادي. ده ممكن اخد حته الجلد وفاشيه ومصر ومش خايف عليها تفيل ولا تبقى جند، لانها هتفضل تاخد بلاد سبلاي من الدونر سايد لغايه ما تعمل لنفسها انجيوزينيسيس من الريسيبيانت سايد، لانها هتفضل تاخد بلاد سبلاي من الدونر سايد لغايه ما تعمل لنفسها انجيوجينيسيس من الريسيبيانت سايد، عشان خاطر مثلا واحد عنده فينس ألسر، فالفينس ألسر دي فيها كورونيستي، فالجلد بايظ، فالجلد بايظ، الجلد بايظ وادهرت للسراوندنج ستراكشر، فمش هيجي معايا لما اجي اخيطه، عشان الجلد فيه كرونيك انفلاميشن وادهرت للدونر سايت. انتوا فاهمين قصدي الكلام اللي انا بقوله؟ انتوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله؟ ما تحاولش تضايق نفسك لانك لسه هتضايق كتير. يعني ما تحاولش تضايق نفسك لان المضايقه جايه لسه، المضايقه لسه جايه. طيب احنا بناخد الفلابه بالبلاد سبلاي بتاعها ازاي؟ هو انا عارف البلاد سبلاي بتاع الجلد؟ الاجابه لو انا بتاع تجميل عارف البلاد سبلاي بتاع الجلد. وما انا باخد ماجستير تجميل ودكتوراه تجميل ليه؟ اكيد عارف البلاد سبلاي بتاع الجلد. فانا مثلا ايه واحد مثلا كده هقول انا هاخد حته الجلده دي لان في هنا ارتري داخلها، انا عارف ان في ارتري هنا داخلها، فانا هقطع حته الجلد دي بالارتري بتاعها يعني، واخدها بالارتري بتاعها، عشان كده هقطع بنينسولار. بنينسولار اولاد يعني شبه جزيره، يعني انا لو عندي جلد، لو انا عندي كده جلده رحت قطعتها بالمشرط داير من داير كده فانا عملت جزيره، انما لو قطعت ثلاث ضلوع بس كده فانا قطع شبه جزيره، شبه جزيره، شبه جزيره دي اللي هي بنينسولار، بنينسولار دي اللي هي شبه جزيره، دي ايلاند، دي ايلاند، دي سينا شبه جزيره، فاهمين يا ولاد؟ فانا ممكن اخدها على بلاد فيسل انا عارفه، انا عارف، فاخدها اجزيل. لكن انا بتاع جراحه، بتاع جراحه عامه، ما مش عارف البلاد سبلاي اوف ذا سكين، فانا ممكن اقوم قطع قطعيه كده واخدها راندم كده يعني، راندم كده قشطه. طب بس انت لما تاخدها راندم لازم تراعي الابعاد، يعني لو دي بعدها واحد كبيرك هنا اتنين، يعني دي مثلا سنتي سنتي يبقى الطول ده 2 سنتي، ما يزيدش عن كده. افرض عايز تاخد هنا 4 سنتي طول يبقى عرضها 2 سنتي، لازم نحافظ على قاعده 2 لواحد، والا ستاتستيكالي ساعات يحصل جنجرين، لان انت واخدها راندوم، واخدها راندوم كده.
ما انتش عارف البلاد سبلاي بتاع الجلد، بس خدت جلابيه بقك ورحت داخل على الايه؟ على الفلابه. فالراندم باترن فلاب دي انا اللي واخدها جراح، اللي واخدها جراح عادي مش بتاع تجميل، هو مش حافظ البلاد سبلاي ذا سكيل، بس هو خد الفلابه ومحافظ على دايمنشنال ريستريكشن 2 لواحد، يعني ده واحد يبقى ده 2، ده 2 يبقى ده 4، ده 4 يبقى ده 8. يعني دايما الابعاد بتاع شبه المنحرف المستطيل اللي هو قطعه ده ابعاده دايما 2 لواحد، 2 لينس تو وايد ريشو 2 لواحد. استاتستيكال يا جهاد دي محسوبه بالاحصاء، لو انت حافظتي على قاعده 2 لواحد احصائيا، احصائيا ان شاء الله خير، ما بيحصلش جنجر، دي محسوبه بالاحصاء. والعلمك يا اولاد مختلفه شويه، يعني هو كتاب القصر العيني كاتب حاجه واحده كتر خيره يعني، لكن هي مختلفه طبعا من الوش عن البطن عن اللمس. يعني مثلا في الوش ممكن اخلي في القاعده دي واخليها 3 لواحد، في البطن اخليها 2 لواحد، في اللمس اخليها 1 لواحد، فاهمين؟ بس هو كتاب القصر العيني مش كاتب حكايه ان تبع البلاد سبلاي اوف ذا سكين كمان، يعني تبع قوه البلاد سبلاي بتاع السكين، هو كاتب ان احنا بنحافظ على دايمنشنال ريشيو 2 لواحد. خلاص حلو قوي. يعني لما باجي اعمل راندوم فلاب لازم تحافظ في البنينسولار بتاعتك في شبه المنحرف اللي انت شبه منحرف ايه؟ في المستطيل او يعني الحاجه اللي انت عاملها دي شبه الجزيره دي، لازم تحافظ على قاعده 2 لواحد. لو حافظت على القاعده دي ان شاء الله ما يحصلش جنجرين في الجلد. لو حافظت على القاعده دي ان شاء الله ما يحصلش جنجرين لي. الريليشن دي احنا بنعملها عشان نحافظ على البلاد سبلاي بتاع الجلد، ومش هي دي الحته الصعبه. طب افرض انا بتاع تجميل، خدها اجزيه، خدها اجزيه. يعني ايه خدها اجزيه؟ يعني خد حته الجلده بالبلاد سبلاي اللي انت عارفه يعني، فمالكش دايمنشن ريستريكشن. يعني ممكن اخد فلابه طويله كده ممكن بنسبه 1 لـ7 مثلا، اشمعنى؟ عشان عارف ان في بلاد فيسل ماشي هنا، انا عارف ومخططه كمان وانا باخد الفلابه، فما فيش اي دايمنشن ريستريكشن. لو انا هاخدها اكزيال وانا عارف الاناتومي بتاع البلاد فيسل اللي انا شغال بيه، ما فيش اي دايمنشن ريستريكشن خالص. يعني الراندوم فلاب فيها دايمنشن ريستريكشن، لكن الاكزيال باترن فلاب ما فيهاش دايمنشنال ريستريكشن. الراندوم فلاب فيها دايمنشنال ريستريكشن 2 لواحد، لكن الاكزيال باترن فلاب ما فيهاش دايمنشنال ريستريكشن. ممكن اخدها بنينسولار، يعني مثلا فيها سكين اتاتشد وبيديكل، يعني كده سكين اتاتشمنت وبيديكل، فاهمين يا ولاد؟ فانا اخدتها بنينسولار، يعني الجلده كده جلده كده، بس البلاد سبلاي بتاعها انا عارفه، بلاد سبلاي بتاعها انا عارفه، واخدها كده شبه جزيره، شبه جزيره بننسولار يا اولاد، يعني شبه جزيره بننسولار، يعني شبه. ففي سكين اتاتشمنت وفي بيديكل، يعني في سكين اتاتشمنت داخل منه البلاد بس، في سكين اتاتشمنت داخل منه البلاد بس البننسولار. اوكي يا اولاد، انت مش هتلاقي عندكم في كتاب القصر العيني لفظ بننسولار، بس احنا لما بنيجي نعمل سكين فلاب كده يا اولاد، لما بنيجي نعمل سكين فلاب كده وقطع قطعيه كده، القطعيه دي اسمها بننسل، لانها عامله زي شبه الجزيره، مقطوعه من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن هنا سليمه، فدي يقولوا عليها بننسل، يعني بننسل يعني شبه الجزيره. السكين اتاتشمنت ده اللي داخل منه البيديكل، البيديكل يعني البلاد فيسل، يعني ده سكين داخل منه بيديكل، البيديكل اللي هو البلاد فيسل اللي داخل من السكين، البيديكل البلاد فيسل اللي داخل في الجلد، هو البيديكل البلاد فيسل ده اسمه بيديكل، فهي فيها حته جلده سليمه داخل منها البيديكل بلاد سبلاي. لا ليها بيديكل، ليها بيديكل داخل من الجلد، ليها بيديكل داخل من الجلد. بصوا يا بصوا، ادي دي جلد، دي جلد حط احطه هنا، هسلكه كده، هسلكه واحطه هنا، يوم الدم يمشي كده ويوصل لهنا لغايه ما تعمل لنفسها بلاد فيسل من هنا، فالبيديكل ده انا اقدر اقطعه، البيديكل اللي هو البلاد فيسل داخل من الجلد اللي هي ماسكه بيه. فانا مش فاهم يعني انا لو قطعت حته من التيشيرت حطيته هنا تبقى جرافت، انما لو شديتها كده تبقى بيدي كده تبقى فلاب. مش دي اللي صعبه، مش دي اللي صعبه، طلعوا لي المخ النظيف دقيقه. انا دلوقتي راجل بتاع تجميل، فانا عارف ان في بلاد سبلاي داخل من هنا، فرحت قاطع الجلد داير داير ايلاند، عشان انا عارف ان البلاد سبلاي داخلها من تحت. يعني مثلا ده البحر المتوسط ودي مصر ودي جزيره قبرص، لو انت وقفت هنا وقلت القبرص تعالي مش هتيجي، رغم انها متحوطه بميه من كل حته، لانها ممسوكه في الارض من تحت، ممسوكه في الارض من تحت،
فهي ممسوكه بالبيديكل من تحت، لكن كجلد انا قطعت الجلد داير داير، دي اسمها ايلاند فلاب. بس عشان اعمل ايلاند فلاب لازم يكون شاطر بصراحه، لان الجلد لان الدم داخلها من تحت وانا قاطعها من الاربع اتجاهات، بس محافظ على البيديكل، البيديكل بتاعها اهو، البيديكل بتاعها اهو، بس قطعت السكين اتاتشمنت في كل الاتجاهات. يعني البنينسولار دي شبه جزيره، مقطوع السكين اتاتشمنت في ثلاث اتجاهات، لكن هنا الجلد سليم والبيديكل سليم، لكن هنا انا قطعت الجلد خالص وسبت البيديكل بس سليم. ده الفرق بين البنينسولار وبين الايلاند. والله يا سلمى حتى لو الصوت موجود مش هتفرق، بس عارف الحصه دي، الحصه دي اصلا طين اصلا، واللي بيروح يخش فيكم بلاستيك بيخش البلاستيك ويطلع من غير ما حد يشرح له، عشان هيبداوا يتكلموا بقى معاكم لما يلاقوكم فاهمين وبتجاوبوا يقوم ده علق عليكم، انما وانس ان انتم مش فاهمين حاجه ما حدش هيشرح ولا في الراوند. بص انا ادي له اريا، فانا دخلت قطعت كده بالمشرط فبقت دي فري ودي فري ودي فري، ورحت شادد الفلابه كده لقدام غطيت الرو اريا دي. ايه رايكم؟ يعني واحد عنده رجل كده فيها رو اريا، فانا رحت جايب المشرط قطع كده وكده وكده، دي مقطوعه اهو، ورحت شادد الجلده مغطي. انا بقى بتاع تجميل وعارف ان في هنا بلاد فيسل، انا عارف ان في هنا بلاد فيسل. الفلابه دي نوعها ايه؟ الفلابه دي نوعها بننسلر، شاطره يا فرح بننسلر، ولان انا بتاع تجميل فانا عارف ان في هنا بلاد فيسل، فانا ممكن اخد البننسلر فلاب دي مثلا بنسبه 1:7، انا حر طالما عارف البلاد فاسبلاي مفيش دايمنشنال ريستريكشن، فدي بننسلر فلاب، بننسلر اكزيال فلاب صح. والدونر سايت ماست بي نير، تمام يا ندى، الدونر سايت ماست بي نير. طب نجرب كده حاجه ثانيه، انا رحت جاي قاطع الجلده كده داير داير، بس انا عارف ان في بلاد فيسل جاي لها من تحت ورحت زايقها على هنا، دي اسمها ايه؟ ايلاند، تمام، لان قطعت بالمشرط داير داير، قطعت بالمشرط داير داير. طب هي هتاخد بلاد سبلاي منين؟ من البلاد فيسل اللي جاي لها من تحت، البلاد فيسل اللي جاي لها من تحت، دي اكزيال ايلاند فلاب، دي اكزيال ايلاند فلاب. في هنا جلد كتير كده، بس انا قطعت قطعيه كده وشدتها بالجلد بالبيديكل بتاعها، فدي بننسلر، لكن لما قطعت الجلد داير داير خليت البيديكل بس اللي سليم هي دي ايلاند. هو ايه بتاع الجراحه العامه ياخد فلابه اسمها ايه؟ بتاع الجراحه العامه ياخد فلابه اسمها ايه؟ بتاع الجراحه راندوم، وبتاع التجميل بياخد فلابه اسمها ايه؟ اكزيال، لان بتاع التجميل عارف البلاد سبلاي اوف ذا سكين فهو يقدر ياخد اكزيال فلاب، انما بتاع الجراحه العامه لا ما يعرفش البلاد سبلاي اوف ذا سكين فياخدها راندوم فلاب. بتاع الجراحه العامه دي دايمنشنال ريستريكشن 2:1، لازم يحافظ على القاعده والا الجلد ممكن يبقى جندز، فلازم يبقى حافظ على قاعده 2:1 في الفلاب عشان يحافظ على البلاد سبلاي بتاعها. انما بتاع التجميل متشرد عارف البلاد فيسل ومخطط وكل حاجه، فما عندوش دايمنشنال ريستريكشن، ما عندوش دايمنشنال ريستريكشن، يقدر ياخد اي ابعاد، وممكن ياخدها ايلاند بنينسولار، ممكن ياخدها بنينسولار، ممكن ياخدها ايلاند، هو حر، هو عارف البلاد فيسل فممكن ياخدها بنينسولار، ممكن ياخدها ايلاند. الراندوم فلاب الجراح دايما محكوم بالابعاد، فانا لو انا جيت على حته جلده وانا بتاع جراحه عامه ورحت واخد منها ايلاند ممكن تقطعها تموت تموت، لان مفيش دم داخلها من تحت، مفيش دم داخلها من تحت، فممكن اخدها بقى كجرافت، انما فلاب لا، لان انا مش عارف الدم داخلها منين. بص على الرسومات يا سلمى، بص على الرسومات، يعني انا مش هطلع احسن من الرسام، يعني ده اورجن لو قطعت منه حتى كده داخل فيها بلاد سبلاي كده دي بننسل الحته دي، دي بننسل، انما لو انا جبت واحد كده ورحت قاطع قطعيه كده داير داير والبلاد فيسل داخلها من تحت بس، لكن انا قطعت بالمشرط داير داير، دي ايلاند. ما يعني هعمل ايه طيب؟ مش هقدر اعمل اي حاجه تاني. بننسلر ممسوكه من هنا بالجلد والبلاد فيسل. لو قطعت الجلد لكن حافظت على البلاد فيسل تبقى ايلاند، لو قطعت الجلد من هنا وحافظت على البلاد فيسل تبقى ايلاند. البيديكل اللي هو البلاد سبلاي، البيديكل اللي هو البلاد فيسل. البيديكل البلاد فيسل. فالبننسلر محافظين فيها على اتاتشمنت سكين وبيديكل. لكن الايلاند انا قطعت السكين اتاتشمنت داير داير لكن محافظ على البليك. الايلاند فلاب بس بتتحرك اكتر شويه، يعني الايلاند فلاب بتسمح لبتاع التجميل انه يحرك الجلد اكتر شويه.
يا جهاد، يعني البنينسولار كاني حركت جلد بالبلاد فيسل، بالبلاد فيسل بتاعه اللي هو واخده من الحته دي. ايوه البنينسولار حركت الجلد بالبلاد فيسل بتاعه اللي هو واخده من الحته دي. لكن الايلاند فلير انا قطعت الجلد داير مضايق. طب والبلاد فيسل جايلها منين؟ جايلها من تحت. نشوف كده يا ولاد المراحل اللي احنا عدينا بيها عشان برضو ايه تبقوا اورينتد. اول سلايد حاولت اشرح لكم ان الفلابه بناخد الجلد بالبلاد سبلاي بتاعه، وان الجلده دي داخل منها بيديكل، ان الجلده دي داخل منها بيديكل البلاد فيسل بتاعها لغايه ما تعمل نيو فاسكولارايزيشن وتلزق، وبعدين هقطع الجلده بالبيديكل، هقطع الجلده بالبيديكل خلاص لما يحصل لها تيك. وانتوا طفحتوني الدم لغايه ما قبلتوا الفكره ان انا واخد الجلده بالبلاد سبلاي، وكل واحد قاعد يقول لي انا متضايق انا متضايق، عشان هو ما يعرفش ايه اللي جاي بعد كده. انا عايز اعرف لو انا قلت لك ان انا بتاع تجميل وعارف البلاد فيسل اللي داخل من هنا، يعني دي السكين اتاتشمنت داخل منها بلاد فيسل، انا عارف انا عارف، يبقى الفلابه دي نوعها ايه؟ اكزيال بنينسولار، صح كده؟ دي اكزيال بنينسولار، تمام صح كده. طب افرضوا انا بتاع جراحه عامه وعاملها من غير ما اعرف البلاد فيسل، يبقى اسمها ايه؟ راندوم. في الحاله دي لازم احافظ على قاعده، لو دي واحد دي ما تزيدش عن اتنين، لازم احافظ على قاعده طول وعرض اتنين لواحد. الراندوم فلاب فيها دايمنشنال ريستريكشن، لكن الاكزيال فلاب ما فيهاش دايمنشنال ريستريكشن. السؤال الجاي، ايه في البيد ده خلاني اضطر اعمل فلاب مش جرافت؟ ايه في البيد ده خلاني اضطر اعمل فلاب مش جرافت؟ البون، تمام جود جود، وجود البون فهمني ان البيد ده مش هيرشح، فما ينفعش احط عليه جرافت، لازم فلابه، لازم اخدها بالبلاد سبلاي. طب افرض بعد 5 ايام او اسبوع اتعمل بلاد سبلاي من هنا كده، اعمل ايه بعد كده؟ بعد ما اتعمل نيو بلاد فيسل من على الريسيبيانت سايت، اعمل ايه؟ قط الجلد بالبيديكل، قط الجلد بالبيديكل خلاص. بعد شويه بديت اخش على حته ثانيه، ان احنا ممكن ما ناخدش جلد بس، انا عارف البلاد فيسل اللي انا واخد بيه، فانا ممكن ما اخدش جلد بس، اخد جلد وفاشيا عشان الفلابه تبقى اتخن كده واطرى. ده انا ممكن اخد جلد وفاشيا ومصل، يعني اخد جلد وفاشيا ومصل ويبقى فلابه تخينه، فلابه تخينه كده بالبلاد فيسل بتاعها، واعملها بريست، واعملها بريست. فدي فكره المكونات، ان انا اخد سكين وفاشيا، سكين وفاشيا ومصل، دي فكره المكونات يعني، فاهمين يا رب؟ وبعدين بديت اخش على فكره ان انا ممكن اخدها راندوم لو انا بتاع جراحه عامه، بس لازم احافظ على الدايمنشن ريستريكشن 2 لواحد، وممكن اخدها اكزيال. اكزيال انا عارف البلاد سبلاي، انا عارف البلاد سبلاي ومليش دايمنشن ريستريكشن. لو دخلت على حته الجلد كده خدت بالمشرط 3 قطعات يبقى بنينسولا، لو دخلت على حته الجلد وخدت بالمشرط 4 قطعات تبقى ايلاند. طب وانا لو قطعت 4 قطعات كده البيديكل داخل منين؟ داخل من تحت، انا عارف لان بتاع تجميل وعارف ان داخلها بيديكل من تحت، يعني 3 قطعات تبقى بنينسولا، 4 قطعات تبقى ايلاند. طب الايلاند اللي انا قطعت فيها 4 قطعات دي، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، داخلها دم منين؟ من تحت من هنا. انت ايش عرفك انا بتاع تجميل وعارف ان انا قطعت الجلد في الحته دي 4 قطعات، ما جراش حاجه لان الدم داخلها منين. فدي ايلاند فلاب. لغايه دلوقتي ماليش دعوه يا محمد، انت فاهم الكلام لغايه ما قلته؟ ماليش دعوه بانواع الراندوم فلاب، انا ما اقدرش اقطع ايلاند لو انا عارف البلاد فيسل. مفيش حد هيقطع ايلاند فلاب وهو مش عارف البلاد فيسل، يبقى اهبل مجنون، لان هتقع الجلد هتموت. نعلى شويه. طب افرض انا خدت ايلاند فلاب ورحت قطع البلاد فيسل، يعني هرسج، يعني انت قطعت السكين وقطعت البيديكل. وبعدين؟ بعدين هاخد حته الجلده دي بالبلاد فيسل المقطوع ده واروح اخدها من الوش، من الفخذ مثلا، اوديها في الوش واخيطها في الفيشيال ارت بالميكروسكوب كده، اخيطها في الفيشيال ارت فتاخد بلاد سبلاي من الفيشيال ارت، يبقى دي فري فلاب. وانت دكتور مش بتاع تجميل بس، لا ده انت بتعرف تعمل مايكرو فاسكولار، مايكرو فاسكولار انستموزيس بالعدسه. طب وهي دي مش جرافت؟ لا مش جرافت، انا ماليش دعوه بالامبيبيشن، هي بتاكل من بلاد سبلاي، انا عملت لها بلاد سبلاي جديد في الريسيبيانت اريا، عملت لها بلاد سبلاي جديد في الريسيبيانت اريا، ولذلك انا حسميها فري فلاب. شبه الجرافت، شبه الجرافت جدا، شبه الجرافت، بس الجرافت انا بعتمد في النيتريشن بتاعها على الامبيبيشن من السيرم،
دي لا، باخد البلاد فيسل واعمل له مايكرو فاسكولار انسموسيس مع نير باري ارت فيديها دم. عشان كده دي فلاب مش جرافت، لان النيوتريشن بتاعها معتمد تماما على البلاد سبلاي، ما فيهاش اي امبيديشن خالص، ما فيهاش اي امبيديشن خالص، ولذلك دي تعتبر فلاب فري فلاب. يعني انا مثلا ممكن اجي على واحد عنده كانسر في السبمانديبولار جلاند واشيل السبمانديبولار جلاند بالعظم كده بتاع المنجو بالجلد، وبعدين اجي على الضلع اقوم شايل حته من الجلد بالضلع بالمصل بالانتركوستال ارتر واقصه واطلعه فوق والزقه هنا مكان المندبل، واخد الانتركوستال ارتر اللي انا قطعته اخيطه في الاكسترنال كاروتيد، يوم الاكسترنال كاروتيد يدي الفلابه دي، يدي الفلابه اللي انا حطيتها دي، دي اسمها ثري فلاب. هي اكزيال طبعا اكزيال لان انا واخدها على الانتركوستال فيسل وانا عارف واقطعه وانا عارف بايه. السؤال الجاي، طب هي اكزيال تبع المكونات تبقى ايه؟ تبع المكونات تبقى ايه؟ تبقى اوسيو مايو كيتينس فلاب، يعني عظم وجلد ومصر، تبقى اوسيو مايو كيتينس فلاب. طب هي كميديكال هي فري فلاب، هي مش ميديكال فلاب خالص، فري فلاب هي فري فلاب مش ميديكال. انا قطعت الميديكال وعملتها بالمايكرو فاسكولار، عشان كده يقولوا عليها مايكرو فاسكولار فري فلاب مش ميديكال فري فلاب، لا الميديكال انا قطعته فدي مايكرو فاسكولار فري فلاب، لانها فري فلاب متخيطه بالمايكرو فاسكولار تكنيك، دي فري فلاب متخيطه بالمايكرو فاسكولار تكنيك. بصوا كده على الفرق بين البنينسولار، بصوا على الفرق بين البنينسولار وبين الايلاند وبين الفري فلاب، البنينسولار والايلاند ويل وي كات فيديكال سوتشرت، بناخد حته صغيره حته جلده صغيره ونخد مكانها نور زي الفول سيكنس جرافت كده، ناخد حته صغيره ونخد مكانها. أنا ممكن أقسم الفلابة تبع مكانها إلى لوكال وريجينال وديستنت، يعني مثلا واحد طار صباع رجل إيده، طار حتة من صباع إيده، يعني باب العربية قفل على صباعه طير حتة من صباع إيده، قمت أنا خدت حتة الجلدة من هنا وخيطتها، يعني شديت حتة الجلدة بنينسولار، شديت حتة الجلدة بنينسولار وخيطتها، دي لوكال فلاب. ممكن آخد حتة الجلدة من صباعه التاني وخيطها فيه ويفضل الصباعين لازقين في بعض، يفضل الصباعين لازقين في بعض لغايه ما يحصل لها تيك وبعدين اقطعها بننسل بننسل واجزيل واجزيل بس من الصباع الثاني، من الصباع الثاني وحطيتها وفضل الصباعين لازقين في بعض لغايه ما قصتها، فدي يقولوا عليها ريجنال من نفس المنطقه، لوكال نفس الصباع، ريجنال نفس المنطقه. طب افرض خدت من الايد الثانيه، من الايد الثانيه فلابه وقعدت الصباعين لازقين في بعض كده وبعدين رحت قصصها، يبقى ديستنت فلاب، يبقى ديستنت فلاب، يعني تبع مكانها ممكن تبقى لوكال او ريجينال او ديستنت. يعني مثلا دي تعتبر ايه يا اولاد؟ الفلابه دي تعتبر ايه؟ يعني سيبكم من انها اكزيال وسيبكم من انها بنينسولا، تبع المكان تعتبر ايه؟ ديستنت فلاب، تمام، لانها من رجل الرجل، من رجل الرجل، فدي تعتبر زي كده ما لزقت الايدين في بعض، هنا انا لزقت الرجلتين في بعض فدي ديستنت فلاب. لما اعمل كده مثلا الزق الايد في الوش كده واخد من الايد للوش دي ديستنت فلاب، لكن لما اجي اخد من الوش للوش دي كده دي ريجينال فلاب او لوكال فلاب، ريجينال فلاب او لوكال فلاب. يمكن في مناطق معينه بقى بتبان قوي زي الصوابع يقولوا لوكال نفس الصباع، ريجينال صباعين جنب بعض، لوكال نفس الصباع، ريجينال صباعين جنب بعض، لكن من صباع لصباع تبقى ديستنت، فاهمين عليا؟ فدي تعتبر ديستنت فلاب طبعا. بصوا دي. ده واحد صوابعه اتحرقت، فشالوا الحتت المحروقه في صوابعه مثلا، وراح عاملين جروح في بطنه، ودفسوا بطنه في الجلد بتاع، دفسوا صوابعه في الجلد بتاع بطنه، وخيطوها، وهيستنوا لما يحصل لها تيك، بعد ما الجلد يحصل له تيك على الصوابع، هنقوم قاطعينه من هنا، يقوم الايد تطلع، يا لهو يا دكتور وهيبقى في جرح هنا في البطن وجرح هنا وجرح هنا، خيطوه خيطوه خيطوه. دي سؤال نور، ده سؤال نور، هنعمل ايه في الدونر اريا؟ هخيطها، يا لهو يا دكتور ويفضل صباعه ولازق في بطنه كده؟ لغايه ما الفلابات دي يحصل لها تيك وتعمل نيو فاسكولاريزيشن؟ ودي داخلها الدم ازاي يا دكتور؟ دي داخلها الدم ازاي؟ داخلها بدبل بيديكل من هنا ومن هنا، يعني الفلابه دي متاخده على دبل بيديكل، فلاب بيديكل من هنا وبيديكل من هنا. ليه يا دكتور عملوها دبل بيديكل؟
عشان يطمنوا ان البلاد سبلاي بتاعها حلو. فعملوا لها سابوها ماسكه في الجلد من ناحيتين، ففيها سكين اتاتشمنت وبيديكل اتاتشمنت في كل ناحيتين. طب بعد ما تلزق في الصابع، بعد ما الجلد يلزق، الرو اريا اللي في الصابع لزق في الجلده دي وعملت نفسها بلاد سبلاي من البيض، اقطع القطع من هنا، اقطع البيديكل ده وده. طب انت لو قطعت البيديكل من هنا وهنا هيبقى رو اريا، يبقى خياطه. دي مثال للديستنت فلاب، دي مثال للديستنت فلاب. يعني الديستنت فلاب فروم ذا ابدومين اور جروين تو ذا هاند مثلا، من الابدومين او جروين للهاند، او فروم ليج تو ليج اللي هو كروس ليج فلاب اللي اتعملت في الفينوس ألسر، كروس ليج فلاب. الفري فلاب يا مصطفى السكسس ريت بتاعها معتمد على كفاءه اللي بيعمل المايكروفاسكولار، يعني كفاءه الدكتور لانه عددهم قليل قوي اللي بيعمل المايكروفاسكولار تكنيك ده، حد متميز وعنده امكانيات يعني. جدع يا مي، والله العظيم جدع. ايه وجع القلب ده ليه يعني؟ في حد يعمل في حد كده؟ طبعا انا متخيل ان انتوا فاكرين ان السكين فلاب صعبه. يوم ما اجي اشرح السكين فلاب بتوع عين شمس هاخدكم تحضروا شوفوا بقى هم عاملين فيهم ايه في عين شمس. يعني حصه السكين فلاب بتاعت عين شمس دي كارثه محققه، كارثه، لانهم مجانين وفاهمين ان في عيال عندها تخيل بقى ورؤيه وكده، وانت ممكن تشرح لهم يقول لك اه ويا سلام ويستمتعوا وكده. فانا عايز اقوله لكم ان دي حته سبيسيفيك قوي اللي بتوع التجميل، عشان كده صعبه. شايفين المايوكليتينس فلاب اللي عملنا بيها بريست؟ خدنا حته من لاتسمس بورساي بالجلد ولفيناها. ايه رايكم دي اكزيال ولا راندوم؟ يعني لما ناخد حته من الجلد باللاتسمس بورساي ونلفها كده نعملها بريست، دي اكزيال ولا راندوم؟ اكزيال. طب تبع مكوناتها نسميها ايه؟ تبع مكوناتها نسميها مايوكليتينس. شاطره يا لين، تمام. يعني هي تبع اناتوميكال تبقى اكزيال، وتبع مكوناتها تبقى مايوكليتينس. طب تبع شكلها، تبع شكلها هي دي فري فلاب ولا بنينسولار؟ بنينسولار. الجلد انا قطعته داير داير، قطعت الجلد داير داير تبقى ايلاند. لو الجلد ماسك ورا يبقى بنينسولار، تمام تمام. طبعا ممكن اعمل مايوكليتينس فلاب كمان في الرقبه، بناخد حته من البيكتورال ماسل بالجلد والفها كده اعملها فلاب. ده بيغطوا بيها السكين ديفكتس في النيك، لما يكون في ديفكت في النيك بياخدوا جزء من البيكتورال ماسل بالجلد ويلفوه كده يعملوه فلاب، مايوكيتينس فلاب. الصفحه الاولانيه مكتوب فيها يا اولاد ان احنا بناخد الجلد بالبلاد سبلاي بتاعه، ان الفلابه بناخد الجلد بالبلاد سبلاي بتاعها. الصفحه دي مفهومه؟ الصفحة دي بتقول لك ان احنا ممكن نقسم الفلابة تبع مكوناتها لسكين، سكين او سكين وفاشيا، او سكين وفاشيا ومصل، يعني according to component سكين، سكين فاشيا، سكين فاشيا ومصل. دي في حاجة صعبة؟ تبع مكانها ممكن نقول عليها لوكال اللي هو نفس الصباع، ممكن نقول عليها ريجينال من صباع لصباع، من صباع لصباع اللي جنبه، ديستانت من يد ليد او من رجل لرجل او من يد البطن، يعني نقول عليهم ديستانت. يعني لو كان نفس الصباع، ريجينال مثلا صباعين في نفس الايد، ديستانت يعني من ايد لايد. اظن ان كتاب القصر العيني مش حاطط ريجينال خالص عشان الطلبه ما تتلخبطش، مش حاطط ريجينال، حاطط لوكال وحاطط ديستانت خلاص. الصفحه دي فيها حاجه يا اولاد؟ فيها مشكله؟ الصفحة دي فيها مشكلة ولا بطاطا؟ الصفحة الثالثة بتتكلم على تقسيمة الفلابة تبع البلاد سبلاي، وإن ممكن بتوع التجميل يعملوا فلابة وممكن بتوع الجراحة العامة يعملوا فلابة. بتوع الجراحة العامة لما بيعملوا فلابة بياخدوها راندوم، بياخدوها راندوم فلاب. يعني بتوع الجراحة العامة لما بيعملوا فلابة بياخدوها راندوم فلاب. بس لازم يحافظوا على قاعدة 2 لواحد. إنما بتوع التجميل بياخدوا الفلابة أجزل فلاب، وساعتها ما لهمش دايمنشنال ريستريكشن. الصفحة دي فيها مشكلة؟ في مشكلة يا خالد ولا مفيش؟ وادي يا خالد، في مشكلة ولا مفيش؟ ماشي يا خالد، ماشي، ما بتردش ليه يلا؟ الصفحة دي بتتكلم على الاكزيال فلاب، انها نون ارتري ومفيش دايمنشنال ريستريكشن، وبدأت تكلمنا في حتة ان انا ممكن اقطع بنينسولار وممكن اقطعها ايلاند، لكن في كل الاحوال الجراح عارف مين البلاد سبلاي اللي داخل البيديكل ايه، وهو مظبط كل حاجه عارف البيديكل. ممكن ياخدها بقى تبع شكلها بنينسولار واللي فيها سكين سليم وبيديكل سليم،
لكن الايلاند ليها ميديكال سليم، لكن كسكين اتاتشمنت مفيش سكين اتاتشمنت، في ميديكال بس. الفرق بين البنينسولار والايلاند مفهوم؟ الفرق اولاد بين البنينسولار والايلاند مفهوم؟ الديستانت فلير بناخد مثلا من الصابع للبطن، من الرجل للرجل، وممكن تفضل حاجه زي كده مثلا ايد لازقه في البطن من اسبوعين لثلاث اسابيع لغايه ما تعمل نيو فاسكولاريزيشن. ممكن تقعد اهو من اسبوعين لثلاث اسابيع لغايه ما تعمل نيو فاسكولاريزيشن. قبل ما ابدا بقى افكر ان انا اقص كده الجلد من هنا واطلع الايد من البطن واقفل الجروح. الصفحه دي فيها مشكله ولا الصفحه دي وانتوا بتقروها فيها مشكله؟ ممكن نعمل مايوكيتينس فلاب، ناخد جلد بمصر، ودي من اكتر الامثله المشهوره فيها البريست ريكونستراكشن، بنعملها مايوكيتينس فلاب. وممكن لو عايز اغطي جاب في النيك كده ممكن اخد جلد بيكتورال ماسل واعمل بيها الفلابه، يعني فلابه من بيكتورال ماسل ممكن اغطي بيها جاب في النيك. يعني مثلا عملت بلوك ديسكشن في النيك وفي جاب كبيره، ممكن اخد حته جلده ومصل من البيكتورال ماسل واعمل بيهم فلابه اغطي الجاب اللي فيه. كفايه عليكم كده النهارده. عايزكم اولاد تقروا موضوع السكين فلاب ده لغايه ما وقفت، تقروا موضوع السكين فلاب ده لغايه ما وقفت كده. على الحصه الجايه يا مي لسه انا ما اتكلمتش عن الاسيتيك سيرجري، لسه ما اتكلمتش انا عن الاسيتيك سيرجري. لو واحده عايزه تصغر مناخيرها وبتاع لسه هكلمكم الحصه الجايه عن التيشو اكسباندرز. اعتقد تيشو اكسباندرز وريكونستراكشن لادر والاسيتيك سيرجري دي الحصه الجايه ان شاء الله. بس عايز الحته بتاعت الفلابه والجرافت اطمن ان انتوا ذاكرتوها وانها زي الفل. الحصه دي يا اولاد فيها حتتين صعبين جدا، التريتمنت بتاع البرن والسكين جرافت والسكين فلاب، الحتتين في منتهى الصعوبه. عشان كده انا عارف الحصه دي اصلا حصه طين. التريتمنت بتاع البرن ده مهم قوي قوي. سكين فلاب بالحقيقه ما بيجيبوهاش في الامتحانات، يعني سكين فلاب ما بيجيبوهاش، زار بيخافوا. بس ما اعرفش بقى، احتمال يكون رايهم ان انتوا دفعه جامده وهوريبل وجايبين لكم في الامتحان سكين فلاب، الله اعلم. بس هو الحتتين صعبين يا اولاد، فعايز الحصه الله يكرمكم تتذاكر النهارده. يعني لو حد فيكم كده عنده ساعه زمن كده سندوتش كفته وكوبايه شاي ويقعد يقرا الحصه، فاهمين يا اولاد؟ وان شاء الله ربنا يصلح الحال يا اولاد. حد عايز مني حاجه؟